وتقسيمه في طبقات مختلفة. هلا نحن إن شاء الله ضيفنا اليوم حاول نعرف بتسليات الهندسة المعلوماتية. طبعا الشيء اللي بيخلينا يعني نوعا ما نشاط مجموعة التكنولوجيا مختلفة، نحن مو بس بدنا نعرفكم باختصاص، نحن بدنا نعرفكم بآفاق هذا الاختصاص ضمن عصر هلا الانترنت، ضمن الشيء اللي هو اسمه مصدر مكتوب هلا حال يعني حنتعرف سوية عليه ان شاء الله. هلا أول شيء بنشوفكم مع مقطع فيديو بسيط، بعدين thank you.
اثنين هندسة معلومات اتصال ذكاء صناعي كلياتهم بكالوريا بكالوريا قدمنا يعني قدمتوا هلا يعني افترض عندكم خيار هندسة معلوماتية ولا قدمتوا عن محاضرة مش انتهى فيها في قدمنا محاضرة مش انتهى في حدا حط انه هندسة معلوماتية بتطلع له قريب كثير مني هلا يعني ممكن تندم هلا اول شيء بمعرفة اللي هي الجديد كان هيك قبل ما يصير شوية هيك قصص هلا انت ما كثير مبين بلور هلا اذا رحت لهم حتلاقوا ضعف بلور ابدا حتلاقوا شوية اقسام وهيك قصص بالارض بس كلهم ان شاء الله بتصير ضعف حلو ما هيك؟ الكلية بلشت هي 99 بتذكر هلا اول شيء مشان ما تتفاجئي اي واحد بفوت على كلية معلومات بيفكر حاله رح يكون هيك يعني عامل لابتوب انه كول كثير بس هو هي النظرة الخطا اللي دائما بيقعوا فيها الطلاب هي مو هيك ابدا عمليا هاي صورة مثلا شو مصطلح يعني شو هو النيرد النيرد اللي ما له ابدا حياة اجتماعية كثير يعني حياته مرتبطة بالعلم مقارنة كثير اسمها كيف اذا شفتوه يعني اغلب الطلاب عنا هيك طبعا هذا اذا بدك تتميز بس طبعا دائما في حالات خاصة بس يعني هي فكرة انه كثير سائدة عن طالب المعلومات انه هو بعيد عن الحياة الاجتماعية فهذا الشيء بتكون يعني تعينوه بس حيصير لكم مجتمعكم وهلا الطلاب الجداد عندنا بالكلية عم يغيروا هالفكرة يعني صاروا يعني انا شفت انه طلاب السنة الثالثة هلا موجودين صاروا رابعة يعني اللي بعدهم صار عندهم غلبوا على المشاكل اللي كنا نحن فيها فهلا صارت حياتهم الاجتماعية أفضل بكثير كل هذا ان شاء الله هلا بشوفكم ونعطيكم فكرة عنه هلا أول شيء خلينا ناخذ فكرة عن الكلية عن فهم شو بدنا نعمل أول شيء بدنا ناخذ فكرة عن الكلية وتاريخ المعلوماتية وشلون نشأت الحاجة لإلها بعدين حناخذ شوية تطبيقات بشكل عام بالطب الهندسة الهندسة العمارة يعني شو استفادوا من المعلوماتية فيها بعدين رح نحكي شوي عن الفرق بين الهندسة المعلوماتية والهندسة الأدوات والحواسيب يمكن أغلبكم فكرهم إنه مثل بعض فهو في اختلاف هلا نحكي عن هو اختلاف يعني كثير واضح بعدين حنحكي شو المواد الأساسية بالكلية ناخذ فكرة عنها بعدين حنحكي عن التخصصات لنحظ بها التخصصات بالسنة الرابعة والخامسة شو هي بعدين حنفصلهم آخر بعد ما يعني آخر محاضرة بعدين حنحكي شلون إذا واحد بده يصير ناجح متميز طبعا هون يعني الأمجد والأجدر فيها أحكي يعني شيء شفته أنا عن طريق تجربتي بعدين حنحكي شو ممكن الواحد يصير بعد التخرج وشو ممكن يشتغل وحأحكي أنا عن هندسة البرمجيات كاختصاص بعدين صديقي محمد شاكر حيحكي عن كان جواب الذكاء طيب هلا أول شيء كلية هندسة معلوماتية مثل ما حكينا إنه هي أسست جديد بال 1999 بلشت في أول طلاب اجوا عليها بلشوا يمكن سنة ثانية أو ثالثة ما بلشوا سنة أولى لأنه كان من كلية العلوم يمكن أخذوهم كلية العلوم وخلوهم يدرسوا فيها فهي أساسها كان كلية العلوم الاختصاصات اللي فيها هي هندسة البرمجيات ونظم المعلومات ونظم التشغيل والشبكات والذكاء الصناعي الدراسة فيها 5 سنين اللي عمليا هي بس عندنا بسوريا 5 سنين باقي السنوات الشيء مكافئ 4 سنين. طيب هلا كيف بلشت الهندسه المعلوماتيه تدخل لحياتنا بشكل اساسي بالعلوم اللي بدنا اياها؟ مثل ما بنعرف كلها اغلبنا انه الرياضيات من زمان كانت اساس العلوم كلياتها من ناحيه البراهين والاثباتات والتحليل والقصص. اكيد شفتوها انتم بالبكالوريا، فاي ظاهره كانوا اذا بدهم يشوفوها ويفهموها بالحياه بدهم يحاولوا ياخذوا داتا عنها او يراقبوها لمده معينه بعدين يحاولوا يعملوا شويه عمليات احصائيه ليفهموا هي الظاهره بعدين يعملوا معادلات بتحاكي عمل هي الظاهره شايفين هيك شيء انتم هلا المعادلات الفيزيائيه كيف بتصير عباره عن معادلات شو هي بتعابير رياضيه فيها متحولات فيها هي قصص تكاملات هالمواضيع فعمليا كانت الرياضيات هي اساس كل هالامور هلا حاحكي عن مثال صغير لهالموضوع، إذا بدنا نمزج ظاهرة الرذلات المناخية وتنبؤ الطقس، يعني كل يوم نحن بنروح ناخذ نسمع النشرة الجوية وبنعرف قد ايه شو يعني قد ايه الحرارة المتوقعة عن طريق طب يعني عن طريق دراسات رياضية أكيد. فبنشوفها شلون بتنتج.
الدنيا. حاضر، اتفضل. عادة شلون هن بيتوقعوا قديش درجة الحرارة بكره شو حيصير اليوم شو حيعمل هيك؟ خلينا نشوفها من البداية حيروحوا بلشوا ما بيعرفوا أي شيء شو بدهم يعملوا ما بيعرفوا أي شيء حنمزجها بالرياضيات حنروح نراقب الطقس لمدة طويلة مثلا لسنة كاملة نشوف يعني التبدلات بحيث انه مثلا اليوم شو كان في قديش كانت درجه الحراره؟ كيف كانت الغيوم؟ كيف كانت الامور كلها؟ نجيب اقمار صناعيه ونصور الى اخره، نسجل هي التبدلات على الورق نحن نحكي بدون كمبيوتر، وبعدين صار عندنا بيانات كثير كبيره بدنا نعرف شو هي المؤثرات وكيف علاقتها مع بعضها، فبنعمل شويه عمليات احصائيه او هلا صار في شيء متقدم اسمه داتا مايننج لحتى نعرف نحن شو يعني مثلا شو يعني شو الشغلات اللي بتدخل ب بارتفاع درجة الحرارة أكثر من الشغلات الثانية، بدي أعرف أنا شو عمليا تأثير المؤثرات على بعضها. بعدين بعد ما عرفنا إنه مثلا درجة الحرارة بتتأثر بانحناء الشمس بكذا، درجة الحرارة بتتأثر بمسافة الضباب بنسبة كذا، فصار أنا عندي تصور عن شلون عم تتفاعل الأمور مع بعضها، كيف بعبر عن هالقصص؟ بكتب معادلات رياضية. هيك كانوا بالعالم. طيب هلا بعد ما كتبنا هي المعادلات الرياضيه صار عندي انا نموذج بيقول لي عن طريق حل كم معادله مثلا نحن عم نحكي فرضيه اكيد مو هي هيك بالواقع بس خلينا نشبهها صار عندي مجموعه معادلات اذا حليتها اعطيته البارامترات تبع اليوم مثلا اليوم درجه انحناء الشمس هيك اليوم سرعه الرياح هيك فبدي اعرف انا قديش الحراره بدها تكون فبدنا نفترض انه عندي مثلا 10,000 معادله لحتى اتوقع الحراره بمدينه صغيره مثلا بكل معادلة في عندي 100 متغير متحول، بتعرفون المتحولات؟ هلا بنفرض انه انا العالم الرياضي العادي بدون كمبيوتر بيقدر يحل المعادلة بيقدر يحل بالساعة 3 معادلات، هي معادلة ضخمة كثير وعلى الورق وهذا زلمة عبقري، فقدر يحل هيك، فعمليا قديش بده؟ بده 138 يوم لحتى يحل هالمسألة بسيطة كثير لأنه يدويا. فاجينا شفنا في مجد هون بالضبط يعني انه اذا بدي اعرض انا اتوقع ليوم فبدي 138 يوم فخلينا نعكسها بجيب 138 زلمه لحتى يتوقعوا لي مدينه صغيره لحتى اتوقع بكل العالم معناتها قديش بدي اهل الارض كلهم زائد او عالم فاكيد هذا الموضوع يعني هون معناته في عندنا نحن حاجات حسابيه الانسان بيقدر يحلها بس في مشكله بالسرعه والدقه فهذا التطبيق بسيط للشيء اللي ممكن نحن نستفيد من الكمبيوتر فيه طيب شو ممكن يقدم لنا الكمبيوتر حسب انتم ما بتعرفوه؟ علي مكتوب شو اول فكره؟ نحن اول شغله عملناها مو رحنا راقبنا هي الداتا كيف كنا عم نكتبها؟ اول شغله ممكن يقدم فيها الكمبيوتر زين انه قسنا بمكان كثير صغير وبيسع كميه كثير كبيره وشو كمان بقدر اعمل فيه؟ بالعمليه استرجع البيانات باي وقت وبسرعه كثير كبيره كمان هلا صارت البيانات مخزنه بقرنه واحده فبقدر اعمل شويه عمليات كم كبسه زر كم معادله دغري شيء اعمل عمليات احصائيه مباشره بسرعه كثير كبيره كمان هي القصه وعالم رياضيات بده يعملها او مجموعه من العلماء قد ايه بده وقت يعني يمكن يعني مثلا اوقات كثير بس لتقليب الورق بدون ما يقولوا شو في جواته فهون عمليا كلها هي القصص بتصير بشكل اوتوماتيكي هلا بعدين بعد ما يعني عملوا الاحصاء اوكي هلا هون صار بيدخل المبرمج انه هو بعد ما استفاد وعرف شو البارامترات المهمه هي المهمه اللي هو لازم يعملها كمبرمج انه هو يكتب المعادلات باسلوب برمجي بحيث انه يقدر الكمبيوتر ينفذها عن طريق الشيء اللي كتبه وبعد ما خلص بيخلي الكمبيوتر كبسه زر يتنبا له بيعطيه المدخلات اللي هي قديش درجه ميلان الشمس والقصص وكبسه زر الكمبيوتر بيعمل العمليه كلها بزمن كثير قليل بالنسبه ل 138 يوم اللي يستخدمون عالم الرياضيات فاكيد هذا الشيء يعني اسرع بكثير وضروري صار بحياتنا هاي مثال صغير للشيء اللي نحن ممكن نحتاجه من الكمبيوتر كمبرمجين هاي يعني ظاهره كثير بسيطه بتأرجينا انه نحن عن جد بحاجه لانه نجيب شغله تعملنا الحسابات تبعها نحن بنصير بس اللي عم نعطي الاوامر فهي اغلب يعني طالب المعلومات لازم يعرف قبل ما يفوت على الكليه هو ليش فايت وانا شو اقدر اعمل هي ظاهرة كثير صغيرة، في عندنا ظواهر ثانية هلا يعني
شو ممكن يقدم لنا الكمبيوتر مثلا بالمجال الطبي. هلا نفس حفظ البيانات للمرضى دائما بيحتاج ارشيف مرضي للامراض السابقه وانه شو صار معه، شو الادويه اللي اخذها وشو اثرت عليه وقصص. فبالمجال الطبي اهم شغله بتكون عاده هي حفظ الملفات المرضيه، حفظ بيانات المرضى لحتى ممكن استفاد منها بعدين للمريض نفسه او ممكن استفاد منها بحالات متشابهه. هلا في احد التطبيقات اللي كثير مهمه ان شاء الله يحكي عنها محمد اللي هي الاكتشاف تلقائي لبعض الامراض. هي تطبيق كثير مهم للذكاء الصناعي، انه بيجيبوا صور بخلي الكمبيوتر لحاله يعالجها، مثلا يكتشف اذا في هون ورم سرطاني او لا، اذا في هون شيء مشكله او هيك بشكل تلقائي، هو عمليا بس بيعالج الصور. كمان هي احد التطبيقات اللي كثير مهمه بالمجال الطبي. يعني هلا سؤال بس يعني المشفى ممكن يهندس مع نتيجه يشتغل فيه؟ لا هو ممكن يعمل له ابلكيشن بس انه يشتغل فيه غالبا يكون مهندس تجهيزات طبيه، هذاك لانه بيعمل صيانه للاشياء. هلا هي يعني اساليب العمل بتختلف من حسب الشركه، في شركات تعمل النظام وتخلي موظف عنده اللي يدرب الاطباء او اللي يشوف المشاكل حسب يعني عقد العمل. هلا في كمان احد التطبيقات كثير مهمه هلا بلشت تطلع، العمليات الجراحيه عن بعد، صار الدكتور ببلد والمريض ببلد، في روبوت عم يتحكم فيه الدكتور من البلد اللي هو فيها وبيعمل العمليه اونلاين. فهي كمان فكره كثير مهمه. هلا هون بيدخل مليون مهندس طبعا مو بس معلوماتيه، بس الهندسه المعلوماتيه لها يد كثير مهمه بهالشغل. في يعني عم يصير انشطه، احد اللقاءات صار حكي عن الموضوع، يعني شفت في تطبيقات عالميه عم يشتغلوا على الموضوع بشكل كثير حلو، يعني حتى عم يستغنوا عن كثير مشاكل. عم تفشل شيء؟ عم تشوشني؟ ايه شو كنت عم بقول انا والله يعني. طيب خلص وفي كثير تطبيقات ثانيه اكيد بالمجال الطبي، يعني المحاضره مو عن الموضوع. بالمجال الصيدلي حاحكي بسرعه، ممكن نعمل ارشيف للادويه ومكوناتها وهالقصص، مشان اذا بدي دواء مثلا بيعالج هالمشكله بعمل سيرش بسيط بيجيب لي اياها. بالمجال ممكن اعمل برنامج بيجيب لي تعارضات بين الادويه، مريض قبل ما ياخذ دواء معين بيقول انه انا عم باخذ ادويه هيك، فبيسال النظام انا حيصير معي شيء، فبيكون النظام ذكي لحاله بيقول له انه في مثلا اذا اخذت هالدواء مع هالدواء ممكن يصير معك كذا، فبيكون بيروح بشوف تركيبه ثانيه بهجز القصص. ممكن هلا في يعني في تطبيقات تعمل محاكاه بسيطه للتفاعلات الكيميائيه، انه انا بدل ما اقعد اختبر بمخبر بروح بجرب عن طريق الكمبيوتر بشوف شو بده يصير معي، بشوف كيف بدها تتركب الجزيئات مع بعض. كمان هذا الشيء ممكن نعمل عن طريق هندسه الكمبيوتر. هلا هندسه العماره الرسم الهندسي المعد هذا على الورق صار كثير بسيط، كنكبسه الزر مع اللايت بين عشان انا استغني عن القصه، بشتغل فيها بدقه كثير هائله على الكمبيوتر، بستغني عن الورق كلياته. مع انه هلا بجامعتنا بلاقيهم بيدرسوا بس الهندسه بشكل كثير بدائي، يعني ماشي درسوه بس يعني في شويه تولز بتسهل عليهم شغل. هلا في شغله كثير مهمه، انه هلا موضوع النمذجه الفيزيائيه، مثلا قبل ما يعمروا جسر بدل ما يروح يعمروا الام يوقع يقول والله نحن كنا غلطانين بهالحسابات، فلا انك بيعملوه فيرشوال بيعملوه على الكمبيوتر وبيمرقوا عليه شاحنه مثلا وزنها كذا، بيمرقوا عليه ما بعرف شو بيضربوا عليه صاروخ بشوفوا وزن صار شيء. فصارت دراسه الامور فيرشوال عن طريق النمذجه كثير يعني افضل واسهل. لاحظوا انتم قديش عم نوفر نحن اذا عملنا شغله افتراضيه، بدل ما نروح نعمر المستهلك مواد عم نعملها بوقت كثير بسيط عن طريق الكمبيوتر. فعن جد مبرمج كثير. طيب طبعا في له مجال، يعني تطبيقات كثير كثير ضخمه بالمجالات النوويه. هلا نانو تكنولوجي كثير عم يشتغلوا تطبيقات للموضوع، المجالات العسكريه اكيد اهم من كل هدول عم يشتغلوا بالقصص، والميكانيكيه والجغرافيه والتاريخيه. اعطوني مثلا نماذج. هلا مثلا خلينا نبلش من الميكانيكيه، شو بتتوقع الكمبيوتر ممكن يعمل؟ روبوتات كمبيوتر هو حيعمل روبوت؟ توجيه روبوت. توجيه روبوت تمام، كنترول، يعني معناتها الكمبيوتر ممكن يفيدني من الناحيه الميكانيكيه بهالقصه. احد التطبيقات شفتها من زمان قبل ما اكون قبل ما افتح الكليه، انه مصنع للسيارات كان عم عامل بيئه فيرتشوال بصمم السياره كلها ميكانيكيا عن طريق الكمبيوتر، وبيشوفها بيختبر كل شيء فيها مع يعني مع كل الظروف اللي يمكن تكون فيها، وبعدين بيطلعها بينتجها بشكل فيزيائي. الجغرافيه
ابسط تطبيق احنا بنشوفه شو هو يعمل. جوجل ايرث. جوجل ايرث هذا يعني حل كثير مشاكل كنا نعاني منها وقتنا بالمدرسه. بدي اتخيل شلون هيك صايرين شلون مرسومين. فهي تطبيق كيف بدون تاريخيه شو بتتوقعوا؟ انا مثلا اذا بدي اعمل شي برنامج بالمجال التاريخي شو ممكن اعمل؟ تحليل مستحاسه. نعم تحليل مستحاسه. تاريخيه هي صارت اثر. عندي ارني بس 9 خير تاريخ العالم كلياته بحفظها لشيء لمليون قرش بحفظها لشيء فنيا ايوه بحفظ البيانات بعدين بروح بدي يعني بدي استعيدها ببساطه حسب التاريخ اخذ الاحداث المهمه مثلا بتاريخ معين اخذ يعني خلصت فالتاريخ هو كبيانات كثير كبيره بقدر اعرف فيها كيف ما بدي لانه مخزنه بطريقه كثير يعني قابله لانه استعيدها ببساطه. طيب هلا خلاصه استنتجت انا هيك يعني قاعد لحالي استنتجت انه الكمبيوتر هو عالم رياضيات بحل معادلات بشكل سريع كثير وكتاب بيوسع عدد هائل من الكتب فيني استرجعها كيف ما بدي واقدر ارتبها كيف ما بدي وفي نافذه بتخليني اتواصل مع هالمهمتين بشكل يعني بعدد غير منتهي من الطرق كيف ما بدي بقدر اقلبهم بالعكس ارتبهم كيف ما بدي عن طريق مين؟ اللي بده يعمل هيك مبرمج هو اللي حيبني هالقصص حيبني الابلكيشن اللي حيتعامل معها المطلوب منه للمبرمج انه يحدد شو لازم يعمل لتعلم الرياضيات شو لازم يحل وين البيانات بدها تتخزن وين مصدر ومن وين بدها تجيبها وكل قصص وهو كمان بده يبني نافذه بين اليوزر وبين هدول الشغلتين الريسورسز اللي موجوده. طيب يعني فتنا شوي بالجو عرفنا شو ممكن نعمل بشكل بسيط جدا يعني ممكن كنتوا بتعرفوا هالقصص بس اوقات كثير بنصدم طلاب من الكليه عنا بفوتوا شعلوا الكمبيوتر شعلوا وين كبسه الزر بحب كبسه كبسه الشاشه مفكرين مثل التلفزيون فلا يعني اوقات يعني ممكن يكون الواحد عادي جدا انه يفوت ما له علاقه بالكمبيوتر ويطلع مبدع فلا يخاف من هيك. هلا اول شيء مهندس المعلوماتيه ببساطه حتلاقوه هيك مهندس اتمنى تقول حواسين ببساطه حتلاقوا هيك. عفوا بس مو قصدي. هلا عمليا بالملخص انه مهندس المعلوماتيه غالبا حيقعد قدام الشاشه اذا ضربت شيء قطعه ما حيعرف يصلحها. ما له مطلوب منه انه يعرف يصلحها. مهندس الحواسيه مو بس بيعرف يصلحها، بيعرف يبني مو موجود معالج اللي تحت هيك، بيعرف يبني المعالج بيعرف يعني يبون الترانزستورات والقصص هيك والتركيب بيعرف يبرمجه بشكل كامل عن لو ليفل لانجويج سمعاني لغه الاله ببساطه وبس ما بيعرف يبرمج كثير هاي ليفل يعني ما بيقدر يحل المشاكل كثير ضخمه بحلها مهندس معلوماتيه. تمام هلا في الكليات عنا عم يحاولوا انه يجاوبوا هالشغلتين بس خلينا نشوف عالميا اللي مطلوب من مهندس المعلوماتيه او عمليا مو مهندس معلوماتيه اسمه كمبيوتر ساينس اللي مطلوب منه هو انه يعمل ابلكيشن ما بيعمل شيء بالهاردوير اللي مطلوب من مهندس الاتمته والحواسيب انه يطور الهاردوير. طيب ليش هي الشغله صارت؟ بدايه ما اول ما بلش الكمبيوتر كانت التجهيزات او يعني الهاردوير اللي موجود عندنا كثير بسيط. اذا شايفين الكمبيوتر القديم هو عباره عن شاشه هيك معفنه وكيبورد قدامه مثل شلون مثل الاله الكاتبه. شو البرامج اللي بتتوقعوها يعني لانه هيك نظام حسابيه شغلات حسابيه كثير تمام. هلا طلعوا شوي ليفل مين اللي سبق يا ترى؟ المبرمجين ولا الهاردويريه؟ الهاردويريه لا المبرمجين لان اجوا المبرمجين مهندسين المعلومات اجوا عم يعملوا ابلكيشن عم علق الكمبيوتر طب تعالوا يا هاردويريه حلوا لنا هالمشكله عم اضطروا انه يصيروا يطوروا المعالج والذاكره والقصص كهاردوير لحتى يقدروا يجعلوا الحاجه البرمجيه للمستخدمين تبع الكمبيوتر فلقينا او راحوا قالوا اخي خلينا نفصل بشكل كامل بالدراسه دراسة الأتمتة والحواسيب وتطوير الهاردوير لحالها تخصص والهندسة المعلوماتية لحالها، فهلا إذا بتلاحظوا في تمايز كثير كبير بيناتهم، ومو بس هيك حتى صار في تمايز بكل تخصص، يعني هلا الأتمتة والحواسيب أو هندسة الكمبيوتر بتلاقوا في لها فروع والمعلوماتية في لها فروع، فالتمايز كثير مهم لأنه عم يخلي التطور يعني بالنواحي المحددة أكبر بكثير من لو كان شرط. بس بالحواسيب والاتمته ما في تخصص. انا ما بحكي بالكليه، بحكي بالاختصاص بشكل عام، يعني لما تروح تعمل دكتوراه ما في ولا طالب مثل طالب ثاني او ماجستير او هيك، ما في ولا طالب اتمته وحواسيب مثل الثانيه.
عم يعمل دكتوراه، هذا سبب التميز. هلا هي بس بدك تحكي انه كيف تطور بعدين العلم كيف صاروا يعتمدوا الابحاث والقصص، بتلاقي هي الفكره بشكل كثير واضح. بس انا عم بحكي انه عالميا صارت التخصصات كثير عم تتفرع. فيعني اذا فتت بهذا يعني اذا بدك تفوت بس بالهاردوير بتلاقي مليون طبيب بدك تفوت فيه. ايه قصدي مضبوط وصلت يعني قصدي ما في تخصص. ما في تخصص. ما في تخصص معلوماتيه يعني مثلا بالسنه الرابعه والخامسه بتاخذ مادتين شبكات مادتين برمجه، اما مثلا المعلوماتيه في عندك مثلا تخصص برمجه بس بتخلل البرمجه. هلا حنحكي شوي احنا انه هندسه معلوماتيه ما لها علاقه بالبرمجه. ايه فهمت بس قصدي تخصص برمجه شبكات ذكاء صناعي يعني ايه بس يعني انه هلا البرمجه يعني مو اصبعته صغيره عباره عن طفل للمهندس يعني هي شغله اجباري بدها تكون عنده بس مو هي مهمته يعني هلا نشوف يعني نظر هلا شو المواد اللي حتدرسوها بالكليه اذا تورطتهم اول شيء حتحسوها وبعدين تهبلها ظريفه هلا الرياضيات حتتفاجئوا انه اول شيء حتفكروا حالكم فيها الرياضيات، يعني شيء سبع مواد رياضيات، في مواد الشباب ما حيعترفوا انه رياضيات بس بيستعملوا رياضيات. حتاخذوا التحليل بانواعه، الجبر بانواعه، الاحتمالات والاحصاء. هدول يعني السنه الاولى والثانيه. في عندنا شويه فيزياء ودارات كهربائيه ومنطق وبنيه حاسوب. هدول يعني بس تاسيسيات انه ما حلوه طالب المعلوماتيه يكون ما بيعرف وين المعالج. مو فيزيائيا يعني بالصوره طبعا بس ما بمسكوا لكم كذا وما حلو يعرف انه شو يعني سعه الذاكره وشو تاثيرها على القصاص لانه هو ضروري يعني يعني هالشغلات التاسيسيه فينا نعتبرها اكيد مع هدول حتكونوا عم تاخذوا قصص برمجه الحاسه هون حتتذكروا انكم انتم المعلوماتيه حتاخذوا شويه لغات برمجه باسكال وسي بلس بلس وشويه خوارزميات هي طرق تفكير كيف انا بقدر خلي الكمبيوتر يحل المشكلة بعدة طرق وبشكل أفضل. كمان هون تدرسوها بشكل كتير بسيط، يعني مو مثل ما بتتوقعوا إنه هي بدها تكون. بتاخذوا شوية إنه كيف الكمبيوتر بيرسم، كيف يعرض على الشاشة، كيف هالنقطة عم تنعرض، شو مكوناتها، كل هالقصص. وكمان الداتا بيسز إذا سمعانين فيها اللي هي طرق تحسين البيانات واستعادتها والقصص، كمان بتاخذوا هي بتعتبر من العلوم الأساسية. وفي شوية مواد بتحكي عن التخصصات بشكل ظالم، يعني ما بتعرفوا شو هالتخصص عن طريق المواد، بس هن يعني لابد انه يحطوها. في عندنا شيء اسمه مدخل للاتصالات والشبكات الحاسوبية. في عندنا مدخل الى هندسة البرمجيات، في مدخل للذكاء الصناعي. تفضل. هذا المنطقة البوليانية والله إذا بتعطينا فكرة عنها بسيطة. المنطقة البوليانية. هلا ببساطة أكيد كلياتنا بنمشي على المنطقة البوليانية. إذا قلت لك هلا إحنا ب هلا احنا وقت كنا عم يعني عم بلش المحاضره كان في عندنا عم نطبق المنطق البولياني بطريقه قوانين كنا عم نقول اذا كان في عدد كافي وبلش الوقت فنحن شو حنعمل؟ حنبلش المحاضره فهون عمليا انا فكرت بهي المساله على انه منطق بولياني بحيث اني حطيت شرطين كل شرط بيحتمل يا صح يا خطا ترو اور فولس وفي عندي نتيجه اذا تحققوا الشرطين سوا تقوم بتتحقق النتيجه فعمليا هون انا عم فكر بشكل كثير منطقي كل معلومه عندي تحتمل صفر او واحد ترو اور فولس اذا في عندي مجموعه عمليات فعمليا هلا طبقتها انه بشكل بسيط على حسب ما حكيت شو فيك تتوقعها اذا قلت لك العمليات اللي عندي مثلا اند اور نوت مثلا شو فيك تتوقع انا اللي عملته انه اذا كانت قطاعه العدد كافي وبلش الوقت فنحن حنبلش المحاضره شو فيك تتوقع العمليه اللي انا عملتها؟ ايوه اند انه اذا كان كذا جاي اكتشف فانا حاعمل هيك هي فكره كثير بسيطه يعني الموضوع حيتوسع فبتصير انا اضيف لكل طرف كثير شغلات وهيك يعني بتفصل فيها بالكليه وكثير بسيطه يعني المواد اللي يعني كثير سهله احكي شوي بشكل سريع عن التخصصات اول فكره اللي بيختلف الكليه عنا عن الطب والقصص انه نحن مو على علامات التخصص الواحد شو بيجي على باله بفوت التخصص الاول هو هندسه البرمجيات بمرحلة متقدمة إذا بلشت تنشئ السنة الأولى برامج بعد فترة حتلاقوا إنه أنتم عملتوا ورشة تخبيص فصار بدها شوية ترتيب وهيك فبتلاقوا حالكم ارتفعتوا شوية درجة لأنه فتوا بشيء اسمه برمجة غرضية التوجه وبعدين شوي شوي بصير لازم نحن
اذا في عندنا بروجكت كثير كبير بدنا نرسم مخططات ونشوف الريكويرمنتس والقصص حنحكي عنها بعد شوي بشكل يعني تفصيلي اكثر. فكره هندسه البرمجيات هي شلون المهندس المدني او مهندس العماره قبل ما يبلش بالشغله يروح يرسم مخططات لها بيحللها وبيدرسها بشكل تفصيلي. مهندس المعلومات نفس الشيء بس البناء تبعه شو هو؟ التطبيق اللي حيبني البرنامج. فمهندسين البرمجيات غالبا هم بيكونوا بالناحيه التحليليه والتخطيطيه. نعم مشرحين لا بمراحل متقدمه اول شيء اي واحد يبلش يعمل مخطط. الذكاء الصناعي هلا حيحكي عنه صديقي ان شاء الله ما هذا تخصص يعني نعم. يعني لحاله بده اشهر من الشرح. في كثير تطبيقات كثير حلوه، الفكره تبعه انه نحن بدنا نخلي الكمبيوتر شوي ذكي يعني بس انه شوي انه يعني يوقف على رجليه لحاله ببعض القصص، ومو طول الوقت انا بكون قدامه عم بس الزر او عم بتخذ عنه القرار. ففي طرق لحتى نخلي الكمبيوتر شوي عم يحاكي ذكاء الانسان بطريقه يعني ببعض التطبيقات مو باي شيء، والله يلا اطلع خلي الكمبيوتر يطلع له رجليه ويمشي، مو بهالبساطه يعني مو بهالبساطه. في شويه تطبيقات اذا الانسان بده يحلها بده وقت كثير بدنا نستفاد من انه في داتا كثير كبيره الانسان اذا يعالجها ويتخذ قرار عن طريقها بده وقت كثير، الكمبيوتر ممكن يحاكي طريقه الانسان ليعالج هالكميه الضخمه من المعلومات ويتخذ قرار بشكل اسرع ومقبول باغلب الحالات ممكن. هلا هندسه الشبكات هو الاختصاص الاكثر عملا عندنا بسوريا لانه ما في شركه او اي مؤسسه الا تحتاجه اللي بيهتم ب كيف بدنا نبني شبكه حاسوبيه بمكان معين بمواصفات معينه، شو التجهيزات اللي بدنا نجيبها وكيف بدنا نخلي هالاجهزه تتواصل مع بعضها. يعني مثل نحن لما كبشر نتواصل مثلا باللغه العربيه او الانجليزيه او هيك، فهون في شيء اسمه بروتوكولات وقصص يعني هذا التخصص بفوتوا فيه بشكل تفصيلي وكيف نظام التشغيل بيشتغل هالقصص. طيب هلا اول شيء انتم حتتوقعوا انه حتشتغلوا مع هيك واجهات كثير حلوه. عن باسكار اول شيء انه لا كثير هيك انه والله اشتري دي تحسها وكبسه زر وما بعرف شو مسؤولي هالقصص. اول ثلاث سنين حتشتغلوا على شيء يشبه هيك مو كثير هيك يعني بس بيشبه هيك انه شاشه سوداء وكتابات انا ما عندي نت ما لقيت شيء باسكار فهيك يعني هذا احلى من باسكار احلى بكثير. متطلبات النجاح انه تحط الكتب تصبون انه تحول لروبوت شو بيطلبوا منك الدكاترة تمشي هيك لحتى تنجح بدك تحط الكتب وما تفكر بأي شيء اجتماعي يعني لحتى تقدر تتواصل طبعا مو ضروري يعني بس هي شغلات بتحسها بحالك يعني بتحس انه عن جد انا مثل الروح عم اشتغل ما عم بعرف ليش ما عم بتخذ قرار اوقات تلاقي 10 وظائف يجوا بنفس اليوم فبدك تحلهم كلياتهم سوا فما بعرف طيب هلا بشكل واقعي عن جد انه ليش شلون انا بدي استفاد من وجودي بالكليه؟ اهم شغله انه بالعلوم الاساسيه لا حدا يقول انه انا مالي رياضيات فما بدي ادرسها، عن جد كثير مهمه. يعني شو ما كنت بتتخصص فعم تاخذ مواد رياضيه حلوه. كيف ما كان الدكتور عم يعطيها حاولوا انه تدرسوها لحالهم، حاولوا انه تتوسعوا بالرياضيات اللي عم تاخذوها بالكليه تستفادوا منها كعلم كمنطق. هلا الكليه حتلاقوها بتصدمكم بطريقه تدريسها. طريقتها كثير يعني الدكاتره بيعطوك مثلا مسائل واحفظهم. ما بخلوك تفكر، فيعني نصيحه عن جد نصيحه من جربه لحتى تستفادوا منها روحوا افتحوا مراجع الاجنبيه ودرسوها مثل ما هي. درسوها من العلم الاجنبي مو من عندنا. هلا ببساطة الحل لحتى نتجاوز هالمشكلة كل ما بيعطيك الدكتور معادلة احفظها بتلاقي حالك عم تجيب عن جد على ما بتعمل. يعني هي طريقين، الطريق الصعب انك تروح تفهم تحليل ثلاثة ليش لهالدرجة؟ تحليل ثلاثة والله ما رفعت لحالي حفظت 80 حفظ كل ما تلاقي معادلة الدكتور مثلا هذا تبع تحليل ثلاثة كان يعطينا اوراق ما بعرف اذا هلا انتم على زمانكم هيك احنا زماننا كان يعطينا اوراق تفضلوا ويعطينا شيء بالمحاضره كثير سهل وكثير ظريف الماده راح افحص نلاقي عم يجيب شغلات مستحيله ليش؟ يطلع عم يجيب من الاوراق مسائل عن جد ما بتنحل الا بيكون في نكشه
يا بدك تكون عالم رياضيات يا اما بدك تكون حافظ المثال تمليك ما هو فمثل البكالوريا عمو ما بدي شيء يعني لو حالهم عن جد عم تجيبهم فوق 90 وصار بس انا ما بأيد هالحكة بأيد انه لا درسوهم من المراجع لجنبهم تكونوا عرفانين ليش دكتور ضاف هي يمكن امجد هيك بتعمل لا طبعا امجد جاب معدلات يعني هيك كثير عالية بالنسبة لباقي الطلاب لأنه سلك سلوك مختلف عن هذا الظريف خالص هذا أسهل شيء بيعمل الطالب هلا من ناحية ثانية مثل ما قلت لكم إنه بدنا مراجع طب هي المراجع بأي لغة؟ بالإنجليزي فمن هلا يلي بيلاقي إنجليزيته ضعيفة وما أنا مستعد إنه يطورها عن جد لا يفوت على الكلية أهم شغلة لحتى تكون مهندس معلوماتية بتكون إنجليزيتها كثير هيك يعني مثل العربي كثير سهل المراجع كلها انجليزي بدك تعتمد بشكل كامل على المراجع الانجليزيه لانه كل شيء عم يدرس بالكليه الكتب اللي موجوده عنا كلها طعم ببساطه هلا في حل كثير حلو بلش بالبكالوريوسين في نشاط اسمه لين نعمله اوقات هون اوبن جمعيه هلا ما هيك لحتى كلياتنا نقعد ونتشارك لغتنا ونقوي لغتنا سوا يعني كثير حلو يعني عن جد احسن من مليون دوله اذا الواحد بيفوت فيه واذا كمل النشاط يعني كنا ماشيين على موقف ما بعرف بسبب الظروف كان يعني بسبب رمضان عفوا بس كيف هو دوره؟ لا لا هو عباره هيك مثل شلون هي القعده كونفرزيشن يعني؟ مو شرط كونفرزيشن ممكن يعمل كونفرزيشن هلا هو عم يتردد عم يعمله باكثر من طريقه هي هلا شلون حاضر؟ بس ركني مع حضرتك خلص اذا سمعت بشي لين لا تروح على حالك حضره بس على القليل مره وشوف شو هلا عم يصير في شويه تشارك يعني نحاول يعني نلاقي طرق افضل لحتى نستفاد من المعلومات بشكل اقتصادي بس كثير حلو عن جد بيغنيك عن دورات اذا استمريت هلا مثل هاي النشاطات نشاطات البكالوريوسيه هي اهم شيء برايي لحتى الواحد يطلع شوي عن طالب النيرد اللي ما له علاقه بالعالم كله وما ما عم يعرف يعمل شيء الا اللي عم يطلب منه فاهم يعني احسن حل انه يتشارك هو ورفقاته بالمعلومات اللي عم يقروها والمعلومات اللي عم يتعلموها وهالقصص ففي نشاطات كثير عم تصير عن طريق الشباب البكالوريوسيين كثير حلوه بتطلعوا انه شو عم ينعمل برا عم يجيبوا عن جد مشاريع مستحيل تحلموا انه تشتغلوا فيها لحالكم هلا في الاردوينو هو نشاط له يعني قريب شوي لتأثمته والحواسيب بس كثير حلو اذا المعلوماتيين فاتوا فيه بفوتوا شوي بالهاردوير، يعني هذا احد النشاطات اللي اذا لحالك بالبيت بدك تطبقه مستحيل لانه في هاردوير ما بيتامل معك، يعني الشباب لما عم يجتمعوا عم يلاقوا طرق يجيبوا فيها هيك هاردوير من برا وكثير عم تلاقوا تطبيقات حلوه، بس الفكره بس بدك انه تطلع من البيت تقوم على الكمبيوتر وتحضر، فكثير هي الشغلات بتساهم بانك تتميز عن غيرك. هي الحل، شارك في نشاطات بالبرمجه. هلا عمل بعد التخرج هذا الفخ كمان مثل الفخ اللي قبل انه تفاجأت مره صار عن منتدى الكليه نقاش عن شو رواتب المتوقعين الطلاب فكله صار يضرب 50,000 100,000 بعد التخرج عم طلع اول واحد يتخرج يا شباب والله ما يعطيني اكثر من هذا طلعت المشكله انه مو مثل ما متخيل فكر حاله المهندس اول ما حيطلع حيلاقي المصاري عم تلعب لعب هذا موجود هاي الزلمه بس مو هذا المهندس عم يخرج عم يعمل فهم طب من الكليه يلي عم يطلع لبرات نطاق الكليه وعم يحاول يشتغل بمواد الكليه وشي برا يعني عم تعمل خبره عم تطلع على برا لا الدورات مو بس الدورات مثل الكليه بدك يعني اذا دورات انت بدك تعطيها فهون بلشت انت تطلع عن النطاق تبع انه ايه هم اعطوني شو عملت هذا بدك تطلع بدك تحاول انه تكون يعني انت تحاول تبتكر تحاول تلاقي افكار تلاقي مجموعات تنضم لها في كثير مشاريع ممكن تنعمل اونلاين تشارك فيها يعني في كثير طرق فهي لها محاضرات طبعا بس اوعكم توعوا بهذا الفكر لانه هذا هو في ناس بتفكر حالها تطلع بيل جيتس في ناس ستيف جوبز كمان في هدول تعرفوه؟ تبع جوجل هذا شو اسمه هذا نعرف ايش هذا شو سي سي اول اسمه المهم هذول كمان
مو بعد ما تخرجوا، نحن فكرنا انه اول ما تخرجوا تخرجوا هيك، اجوا كم سنه عم يشتغلوا بجوجل سخره بدون ما يجيهم مصاري. بس شو كانوا عم يعملوا؟ عم ياسسوا تاسيس صح، عم صاروا هلا 40 مليار دولار يمكن ميزانيتها جوجل، اكثر من ميزانيه الاحجام تبع مصر. لا استغرب من وين جايبها البصم. هي معلومات. هلا مثل ما قلنا انه لازم الواحد حتى يقدر يستفاد من الشغل الكليه لازم يشارك بنشاطات تطوعيه، اذا فيك تلاقي تدريب بكليه بشركات لها اسم شوي يعني جرب، ممكن ما تعجبك الكليه ممكن تلاقيها خبيصه، ممكن بالشركه تلاقيها عم تشتغل بشكل خبيصه، اتركها وروح دور على شركه ثانيه، العطل الصيف كله لا تتركه، روح جرب شيء عملي وفوت بنشاطات بتلحق نشاطات عم تصير المساء مثلا الصبح روح على شركات حاول انه يعني تتدرب لو بدون مصاري، بس هي شغلات كثير مهمه حتى لما تطلع تتخرج ما تلاقي حالك كثير بعيد بين الواقع والشيء اللي تعلمته، هي شغلات ضروريه حتى تقدر تشتغل بعد. هلا احكي بشكل سريع عن مهندسه البرمجيات، وانا ما كثير بحبه فما تركت له كثير وقت. غالبا بتلاقوا مهندس البرمجيات هيك بروح على البلور بيقعد كريبتو لا مو خوارزمية هيك بيرسون انه والله نحن عندنا شو عندنا؟ في عندنا هون مهندس برمجيات ما في هيك باخذ راحتي لانه كثير كان يوصف الذكاء انه طرف علمي فانا بقول هدول كمان طرف علمي. لا عن جد هي شو مهندس البرمجيات؟ من كلمة هندسة هي أكثر اختصاص بالكلية يستحق انه اسمه هندسة من ناحية الفكر الهندسي تبع مثل هندسة العمارة تبع انه هو شغله كله مخططات، بصير النظام كلياته اي تطبيق بيمر بمجموعه من المراحل، كل مرحله في لها مجموعه من الخطوات لحتى بده يمشي عليها بشكل كثير يعني واضح، وكل شيء وصفه عن طريق مخططات وهيك قصص، طيب ليش القصه؟ يعني ليش العتاد؟ ليش العتاد برايكم؟ شو برايكم مثلا انا لما عم اشتغل بهيك فانا شو الحاجه اللي خلتني اقعد اخطط؟ اول شغله تنظيم مشروع لانه مشروع كثير ضخم، فكل ما ضخم المشروع كل ما صار في عدد كبير من المبرمجين صار شو بده؟ صار بده شيء مثل ستاندرد بيناتهم، صار بدهم شيء بعد شهرين ثلاثه وقف والله ما عرفوا هون شو بدهم يعملوا، شو بيرجعوا للمخططات كلياتهم، مخططات هيك كانت عم تقول نحن هيك كنا متوقعين، بيروحوا بيقارنوا بين الشيء اللي خططوا له وبين الشيء اللي طلع معهم، مع الخبره بصير مخططاتهم ما بدها اعاده بناء. المهم المهندس البرمجيات بيروح بيشتغل بشغلتين، تحليل النظم وتصميمها والتخطيط لها، هي اول شغله، وثاني شغله هي اداره البيانات الضخمه، انه في عندنا شيء اسمه داتا وير هاوس، يعني الاماكن اللي التطبيقات الضخمه عم تستخدم البيانات منها، مثل جوجل وين عم يحط بياناته؟ بسيرفرات، له سيرفر واحد بركي احترق هذا البناء، لا في عنده عدة نسخ، طيب مين اللي عم يشرف على عملية التبادل تبع البيانات والقصص؟ إلها علاقة بشيء اسمه شبكات، إنه كيف عم يصير الكونكشن، إلها علاقة بالبرمجيات إنه هو عم يخطط كيف عم يعني كيف عم يتواصلوا هدول السيرفرات اللي فيهم أكثر من نسخة لحتى إذا واحد عدل منهم هداك اللي بغير ولا يشوف التعديل نفسه والقصص يعني، فمهندس البرمجيات غالبا هو ما له مبرمج عمليا مبرمج بده يكون عم يشتغل تحته بس الفكره انه هو ما له مبرمج بالعمل بس بالكليه اكيد هو مبرمج لانه اذا بدك تروح تقول له المبرمج اعمل هيك وانت ما بتعرف كيف تنعمل هي رح يصير العمل خبيصه فبالكليه اكيد مهندسين برمجيات عم يدرسوا برمجه بشكل تفصيلي وبشكل كثير كبير بس اغلب عملهم عم يكون بشكل هاي ليفل لما عم يتخرجوا مو مباشره عم يشتغلوا بدهم يشتغلوا بشركه بالاول يفهموا شو يعني نظام كبير ضخم عملي شوي شوي حتى يقدروا هن يحللوا ويخططوا غالبا الشركات شفت الشركات الاوروبيه عم تطلب على الاقل 5 سنين لحتى يعتبروا هذا انسان يعني خبير اقل من 5 سنين لسه ما فهم بالشغل تبع الشغل فهي بعد التخرج عندها 5 سنين اذا مهندس برمجيات اذا عم تشتغل مهندس برمجيات عندها 5 سنين خبره يعني هي ضروري هدول حكيناهم في عندكم شي سؤال عن الشيء اللي حكيته؟ حدا قلب معكم على الانترنت؟ طيب هلا زميلي محمد حيحكي عن الذكاء الصناعي، انا تجاوزت وقتي وقتها، فانت بتحب تدي يعني هلا ان شاء الله تلاقوا شيء حلو. في سؤال؟
حكيت معي. انت سجلت مكاني تشجع ولا هون؟ ما عرفت انا عايزين ده. اسمي محمد شاكر، اني هلا طالع على الخامسه ذكاء صناعي. طالع ذكاء صناعي اعطاكم فكره سيئه جدا عن الكليه الثانويه. صراحه عندي شغلتين بسالهم عن طالع، اولا انه هي المهندس غير مبرمج، يعني انتم بالنهايه ما حتطلعوا مبرمجين، يعني صح انتم بتعرفوا الكود بس بتعرفوا الكود بتعرفوا تكتبوه. لغه برمجه كثير احيانا بس انتم يعني بالنهايه مهندسين ما تكونوا مبرمجين. هو قال بالفكرة بس انا حبيت اكد عليها. ثاني شغله هي الفكره السوداويه تبع النيرد هي اللي حاطط كز ذوق اعطيك حلا اعطيك حلا اعطيك ماشي هلا هلا عند امجد هلا عند امجد الفكره مثلا اذا بدكم مثلا مثلا امجد هو الاول على الرابعه هو على الثالثه مثلا انا اول على الرابعه مثلا منظرنا ما كثير بخوف مثلا شو اسمه طارق مثلا هو يعني كان ميزين ما شفت مثلا انك كذب وسميك او تعبان عارف حاله الفكره فيكم توافقوا انتم بين الثنتين يعني صح انه بين ما تكون تفوت بالكليه وبين ما تكون متميز ما شفت بالكليه هون فهم نحكي عن فكره سيئه كثير كمان انه انت تكون مثلا فهمان بالكليه بس كثير سيء بالشغل مثلا هي كمان كثير غلط يعني كمان مثل ما قال دائما لازم تطلعوا لبرا يعني الكليه اوقات تكون غير كثير قليل يعني انت تكون انا ما بعتبر المواد اللي بتعطيها بالكليه غير شيء تقريبا نسبه شيء 20% باقي ثلاثه انت تشتغل تمام ثاني شغلة كمان تبع البصم هيك كمان البصم بعتبرها اكيد غلط صح في مواد بصم صار تحت ثلاثة صح هي اكيد مواد بصم بلا شك بس كمان يعني كنت تطلعوا لبرا يعني كنت تقولوا كثير مراجعة كنت تقولوا كثير تتوسعوا بالمعلومة بحد ذاتها حتى تتميزوا مو بصم اكيد مو بصم يعني انا مثلا ماني بصم غير من تحت ثلاثة تحت مواد بصم بس كمان هي هلا انه عم تجي الرياضيات من برا تمام شايفين؟ لا تزرع في السطح. لا انت كمان خزك ما بيستثمر. هلا احنا ما معنا غير 15 منت ما بعرف ليش يعني ما بعرف الوقت كثير ضيق ان شاء الله انظر فيه بس مشان هيك كيف بظن رح تطلع عنه. اوكي. ذكاء 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 اكيد انت كتب اخر شايفين هالفيلم اي اي مين شايفه مثلا اوبس انا حطيت الصورة الحقيقة كنت شايفينه حتى على الولد اللي بكون روبوت شايفينه بكالوريوس صراحة انا هلا انا بدي يعني قاعد افكر عن الذكاء بس هو الوقت ضيق تمام بدي اعطي مو كل شيء عن الذكاء، اعطي هيك شغلات لذيذة عن الذكاء. يعني تطبيع ضمن التطبيع. يمكن اسهل شغلة اشوف فيها الذكاء هو الاير كونديشنر هذا المحطوط ببيت كل واحد. يعني الاير كونديشنر مثلا انت بتحطه مثلا على درجة حرارة نفرض 24 درجة. ايش معنى هذا؟ انت مثلا بدك درجة حرارة الغرفة 24، ما شرط انه هو يكون عم يعطي هو 24 صح؟ بتعرف هو اصلا. هلا ايش بتعتمد على 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 مبدا كثير بسيط انه انا طالما الحراره مو 24 مثلا خفضت لي اياها او اذا مثلا كانت اعلى من 24 لازم يكون الهواء اللي عم يطلعه كثير لازم يكون ابرد من 24 اذا كانت اقل من 24 لازم يعطي الهواء اكثر من 24 لحظه هون هو كانه نظام ذكي هو عم يعرف مثلا يحاول مثلا هو عم ياخذ معلومات المواصلات الخارجي تبعه عم يعرف قديش الحراره بعدين هو عم يعطيك هواء صح تمام لحتى يوصل للهدف فكرة تانية مثلا فيسبوك وين بتشوفوها هي مثلا؟ هي مثلا طلعت قبل يومين مثلا انه الفيسبوك بيعمل بروسيسنج لداتا هي 500 تيرا يعني انت بتعرف انتو جيجا مثلا جيجا بايت مثلا اشتري هارد جيجا بايت التيرا هو 1000 جيجا تصور انه هو بيقدر يعني يعمل بروسيسنج لداتا حجمها 500 تيرا تصوري قديش الحجم الهائل للمعلومات مثلا لاحظوا مثلا عندكم باليوم الواحد مثلا 2.7 بليون لايك مثلا بيعملوا العالم 30 مليون بيعملوا ابلود للفوتو يعني بيرفعوا صور 70000 مثلا بيعملوا كويريز هلا مثلا لاحظوا مثلا هذا الكونتنت انت هون بيطلع لك اياه بتكون عامل صفحه فيسبوك بيطلع لك هون معلومات هاي كيف معلومات بحطها هو مو بس انه والله رفقاتك عم بوستنج عم بيقدر يحط لك اياها هون تمام او مثلا نفرض صفحه اعطيك صوره جديده بيقدر يحط لك اياها هذول بيعمل عليهم مثل يعني مثل تشتغل
لنفرض انت يعني انت ورفيق لك كثير بتحكوا مع بعض او كثير بتعمل بوست لعنده او هو بيعمل بوست لعندك، هون حيعطيه هو افضليه انه مثلا يطلع البوستات تبعته قبل واحد انت ما بتتواصل معه. لنفرض اذا انت عندك 400 رح يحط لك 400 بوست مثلا، لنفرض كل واحد بيعمل بوست من التوداي. لا اكيد لا، هو رح يعمل مثل كانه رح يكتشف مين هو الاهم لإلك ويحط لك اياه بالاول، تمام؟ لانه هو عنده مساحه محدده بالنهايه. مثلا هون يعني مثل هو بيستخدم في شيء مثل اسمه جرافز، يعني مثل كانه عطى لنفرض يعني دوائر انه كل واحد بيعبر عن شخص وبربط بيناتهم كيف بده يعطيك بريفرنس على تفضيل على شخص اكثر. فالكونتر كريتيسيزم عن فيسبوك بهذا الموقع في ردود ما شاء الله حلوه انه عن شغلات ضد الفيسبوك. كان في كونتور فايف كمان كثير حلوين، هدول حكينا شوي منهم هلا. مثلا لاحظوا الالكشن هلا تبع امريكا الانتخابات هلا بين ميت رومني وباراك اوباما، مثلا لاحظوا ميت رومني دافع يعني عامل ريزنج لمدري كم هندرت من مليون بس مشان يشوف والله العالم يلي ممكن ينتخبوا، تصور عن طريق فيسبوك تمام؟ من هو اتجاهاتهم السياسيه من هو ديانهم. لاحظين هاي هدول كل القصص هي كيف بتتساوى؟ هي كلها بالذكاء الصناعي، مثلا بدي اعمل مثل نفرض خوارزميه مثلا ذكيه تقعد تكتشف له من العالم اللي ممكن يصوتوا له تمام؟ وبدور يركز عليهم اكثر من غيرهم. يعني الذكاء المشغل في كمان كان فظيع. مثلا في عندنا شيء اسمه بوتس بالذكاء. في عندكم شيء اسمه تشاتنج بوتس، بتروح على هذا الموقع بتلاقوا هذا هو شكل الموقع بتنزل بتصير. مثلا لحظه انا عملت معه تشاتنج، هلا هو مثل كانه شخص عم بحكي معه بس هو ما شخص، هو كمبيوتر عم بحكي معي تمام؟ لاحظوا مثلا انا قلت له هاي مان، هلا كل شيء انا ازرق هو انا البرتقاني هو هو. قلت له هاي مان، قال لي ار يو هيومن؟ قلت له والله انا اي ام مي. قال لي اي ام مي، لا هو قال لي اي ام اي، قال لي هل انا حالي؟ قلت له انا بعرف انه انا مو انت. قال لي اكيد انا. قلت له مين انت؟ عمل لي روبوت. قلت له يور لاي كذاب. عمل لي اكيد ماني كذاب. قلت له اثبتها. عمل لي كيف؟ قلت له انت قل لي. قال لي انا والله ما بدي ما كثير يعني. قلت له تو بي وات؟ عمل لي هو قال لي اي دونت انتند تو بي. قلت له انا تو بي وات؟ قال لي جاست تو ليف اكزيست اكسبيرينس لا يعيش ما بعرف شو. قلت له بترجع بكذب. قام قال لي اي ام نوت، انا ما بعرف كذاب. قام قال لي كمان انه احنا غالي. قام قلت له انا ما سالتك اذا كنت فلا ولا لا. قام قال لي وات وير يو اسكينج؟ شو كنت عم تسال؟ هون بلش اشتباه. لحظة هو روبوت ها؟ اي بس هو مربوط عنده باحد الداتا بالظاهر، زي كمان ملاحظة. مالي والله يمكن هو على ايميل لحظة، أي كمان في الفكرة اللي قال عليها طارق، مثلا أنه هي مان وينه؟ أي مثلا أنه قال لي أنا مالي ما بكذب، أنا مالي نفرض أنسى، مثلا أنه هي كفو رابطهم معه، مثلا بيعرف أنه هو مثلا كذب ما بفرض، هو مثلا أنا وقت له أنه ما أنه أنت عم تكذب لما لا هو رابطهم مع بعض التنتين، هو ما رح يكذب ما ينام تمام؟ يعني هذول مثل نوع من الربط الذكي، لاحظوا؟ يعني مثلا لاحظوا عامل معي كونفرسيشن كامله بدون انا ما اعرف اذا هو روبوت ولا لا. تمام؟ هو كان في تجربه من زمان هي يعني صايره انه هو يضل يعني يساوي مثل بوت، هذول هذا بنسميه اسمه بوت. مثل بوت يقدر يحكي مع الانسان مدة دقيقتين ورا بعض بدون ما يكتشف الطرف، يعني انسان اذا هو روبوت لما انسان. تمام؟ فيظبط. مثل هلا بالجديد هلا بيقعد معك ساعتين 10 ساعات بيوم. مثلا في عندكم جود ريدز، مثلا اذا مشتركين بهذا الموقع بتعرف عندكم هذا الشيء اسمه هون، مثلا ما بعرف حدا مشترك فيه، مثلا هو عن موقع كتب تمام. هلا هذه الكتب انت مثلا بتقعد تشوف مثلا بتعمل ريتنج على كتب، يعني بتعمل تقييم لكتب انت قريتها او شو بدك تقرا كذا. هلا هون شو بيقول لك هو؟ مثلا بده يعرض عليك كتب انت تقراها، لنفرض انا عملت ريتنج مثلا لشيء مثلا هون، مثلا مثل قصص تينك توب، يعني مثلا عملت ريتنج لقصص تينك توب، لنفرض من انماط مختلفه، هلا هو هون مثلا بيجي بيقترح عليك الموقع كتب جديده انت تقراها، مثلا هي الكتب الجديده كيف بدك تقراها؟ هو بيقترحها بشكل عشوائي؟ لانه ريتنج اكيد لا، لانه هو انت ما يمكن يعطيك كتب يمكن شيء 100 كتاب انت ما مهتم فيهم نو ابدا، مثلا بالتاريخ،
وانت ما تقري ولا كتاب تاريخ ولا تحب تاريخ، ليش في عرضك تاريخ؟ تمام؟ هلا هو كمان مثلا بخوارزميات ذكيه بياخذ مثلا اللي عامل لهم ريت، بشوف انت شو بتحب، نفرض شو هو الكونتنت فيهم، مثلا انت كثير بتحب مثلا تصوير شخصيه، بتحب مثلا او مثلا بتحب تاريخ، بيجي على اساس هدول اللي انت عملت لهم ريتنج بيطلع لك كتب جداد يمكن يوافقوا، تمام؟ هلا هو هون الفكره مثلا، هلا كل ما زدت انا الريتنج شو راح يصير؟ راح يزيد ذكاء، راح يصير يعطيني كتب احسن، تمام؟ لانه هو عم بيعرف شو بدي اكثر. بالموبايل مثلا شايفين سيري؟ حدا سمع عن سيري؟ تمام سيري تبع موبايل، يعني انت بتحكي مع موبايل وقتها ايفون، هلا كمان في جيلي بين هو احسن تبع اندرويد. انت بتحكي مع مثلا مع الفون هو بجاوبك مثلا بتقول له حجز لي بقى مطعم، انت مسك بتقول له يعني حجز لي بهذا المطعم، هو بيقول لك اوكي وحجزت لك، بيبعث ريكويست لعند المطعم، يعني بيبعث طلب بيقبل لك اياه. لاحظ انا عشان بحكي عم بحكي معه بلغه بحكيه، ما عم بكبس زرار بقول له روح حجز لي مطعم، بحط له اوكي وما بعرف شو. لاحظ هون مثل هي هلا مثلا مثل هي العمليه مو بهالسهوله انه مثلا مثلا انا عارف الجمله، بيعرف كمان المنطق تبع الجمله، تمام؟ بالالعاب اكيد شايفين كروسس 3 او ميدل وير 3 او مثلا باتل فيلد. لاحظوا مثلا مثل هي الصوره، يعني مثلا صوره من اللعبه، لاحظوا قديش الجرافيكس فظيع. هلا الجيمنج كمان الذكاء بيحتل مرتبه يعني جزء كبير من الجيمنج، فظيع اكثر شيء. مثلا الجيم بوت مثلا انت وقت عم تقاتل هذا لهون ما تنبين شيء عم تقاتل شي نفرض انت بلعبه مثلا مثل فيرست بيرسون شوتر هدول عم تقاتل شي زلمه، هلا هذا الزلمه كيف عم يتحرك؟ كيف عم يتخبى؟ تمام؟ هلا هدول كلهم شيء اسمه جيمنج بوتس، هلا لحظه هون الذكاء هو اللي بيقول له كيف يتحرك او كيف مثلا يستخدم سلاح تفضل غير سلاح، تمام؟ مثلا لاحظوا هدول الفرق بين هدول الصفتين. هلا واحدة مسوية على الكمبيوتر والثانية حقيقية. أنا حقيقية. يعني شلون؟ شلون؟ ما تعرف أنا حقيقية. أحلى أنا حقيقية. على اليسار. يمكن واضحة أكثر شيء من هون ومن هون. بس لاحظوا قديش فظيعة الصورة هي كرايسيس. الفكرة هلا الجيل اللي طالع على فكره نسبه علميه انه هو اذكى منا، يعني نحن مثلا اذكى من اللي قبلنا، اللي هلا جايين بعدنا هن اذكى منا، كل مره عم يزيد ذكاء الجيل بشكل عام. حطوا لي دارون ما بعرف. عن جد هو عن جد انتم بتستغربوا قديش انه صار اذكى منا. او مثلا قديش بيقدر يتعامل مع سكرين اورجان، مثلا هلا اختي مثلا عمرها قديش 6 سنين. شلون يقطعوا عمره 3 سنين بتستغربوا قديش مثلا بيقدر يتعامل، يعني مثلا بيقدر يمسك موبايل ويلعب لعبه مثلا كدروا بتعرفوها؟ مثلا مثل ما اذا بدكم ماريو بيعرف يلعبها بشكل مو طبيعي، عمره 3 سنين ها بيعرف يلعب على الموبايل، بيعرف يفتح كمبيوتر ويفتح رسام ويرسم، او مثلا يقعد على ماريو بيعرف يقعد على الايباد، يعني يفتح الايباد بيقعد يصور بحط عمره 3 سنين ها. لاحظوا كمان الفكره اللي بدي احكي عنها كثير هي مهمه، انه مثلا من قبل كانوا مثلا الاب مثلا يقول انه في فرق بينه وبين اولاده، تمام؟ انه هن جيل وانا جيل، هلا عم نحكي انه انا مثلا اللي عندي مثلا نفرض 20 سنه عم بيفرق عني هو اللي عمره 3 سنين، يعني عم تصغر الحيز، يعني الجيل عن جيل كثير عم بيقل يعني انا عم بقول عن ابن اختي انه هو غير جيل صار. لاحظوا مو انا وقت تكون عمري 40 سنه عم بقول عن ابن اختي انه هو صغير انه غير جيل، لاحظوا عم بيقل فرق الاجيال. هي مثلا انه هلا الشركات غالبا عم تروح باتجاه انه تعمل مثلا الالعاب اكثر لنفرض اتكتد، يعني انه انت تصير اكثر يعني تقعد عليها اكثر، انه بتصير بدك تلعب فيها اكثر، بدك تلعب فيها اكثر، بدك تلعب فيها اكثر. هلا هي انت بدون ما تحس انه عم يعطوك محتوى انت تضل متعلق فيه، تمام؟ نعم. او مثلا لاحظوا هلا هي مثلا صوره من الايباد، لا ترتبط بالصوره هون مثلا كان في تطبيق انا منزله هو لعبه، اوكي؟ هي جيم. هلا الجيم هو شو عم بيقول لي؟ هو بشكل ما له واضح كثير، هو عم بيقول لي انه هلا انا ما كنت لعبان اصلا يمكن شي جمعه، بعدين حط لي هي او مو جمعه يمكن يومين ثلاثه، قام اعطاني هي النوتيفيكيشن، اعطاني انه والله في زلمه انت كنت عم تلعب معه كان عم بيحكي عليك بشكل سيء، روح سابه. يعني لاحظوا بضل بيذكروك انه انت لازم تلعب، لازم تروح على هي اللعبه. هلا ليش هون؟ في عندكم شيء اسمه او مثلا هي مثلا بالفيسبوك، لاحظوا مثلا اللي نسبه اعمارهم بين 13 و17 هي نسبه 20%، هي عم تكبر هي الفئه،
تمام؟ يعني انت عندك 20% عملوا على 20 13 16 بين 13 25 كمان هتاخذ مثل 26 يعني قريب نص لحوالي من دول. هي اكثر فئه هي بتركز عليها بتركز عليها الجيمرز. مع انه اذا قلتوا مثلا اذا بتعرفوا متوسط اعمار الجيمرز مثلا متوسط اعمار اللاعبين احكي لكم قديش؟ 50 20 بتتوقع انه هو مثلا بتذكر 2 شيء 33 يعني لحظه كمان في فرق هاي مثلا هاي شوفوها فظيعه هاي في توك عندنا بس ما عاد اتذكر شو التوك يعني مو كثير كان في شيء اسمه مثلا شيء اسمه فيرتشوال ماني هلا لحظه مثلا بتعرفوا الفارم فيل هي اللي بعثوا لك 50 ريكوست عليها مثلا اعمار لاعبين مثلا من الفارم فيل هو 43 years old اعمار شو اسمه الفارمرز الحقيقيين هو 57 years old تمام هو انه اللي عم بيلعبوا بالفارم فيل هن اصغر من اعمار شو اسمه الفارمر الحقيقيين هلا هون في عندكم شيء اسمه مثلا لاحظوا الافرج سالري 50 بلس هون 35500 انه عم بيقبضوا هذيك اللي عم بيلعبوا باللعبه اكثر ما يقبضوا العالم الحقيقي هلا الفكره في عندكم هو شيء اسمه مفهوم الفيرتشوال ماني انه الماني اللي انت ما بتكسبه بس بتكسبه بالالعاب او مثلا اذا رحتوا على سيند ليسنس في ليسنس في نسخه كمان من للفيسبوك كمان هون انه انت بتقبض شو اسمه فيرتشوال ماني هلا الفيرتشوال ماني هو في عندكم توب كامل عليه كان حلو بس ما عندك شو اسمه مش عارف محطته هو بيحكي لك انه كيف مثلا رح تتجه حياتنا لتتحول لفيرتشوال ماني رح تكسب فيرتشوال ماني عن طريق الالعاب هدول بعدين نحولها للريل ماني يعني في الشركات بتقول لك مثلا اذا كسبت 50000 باللعبه رح نعطيك مثلا 2 دولار حقيقيات تمام؟ تمام عم ينتهي المفهوم هذا كثير شيء له بحث طويل عليه انا قصه هلا الشركات هي بتحاول مثلا انه بعدين تصير انه مثلا تروح تاخذك على اللعبه عن 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 للفيرتشوال ماني هلا في عندكم رحنا عملنا مشروع هاي السنه عن كيف انه مثلا تخلي اللعبه تغير محتواها يعني مثلا انتم عندكم في لعبه الالعاب بشكل عام تجي جاهزه مخلصه خالصه انت بتجي تلعب فيها براحة 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 وخلص تمام هلا الفكره اللي احنا كان بدنا نعملها وهلا هي هلا اكثر شيء اخذت هاي زي جيمنج انه نحن نعمل لعبه بتغير محتواها يعني انت وقت تلعب مرحله تصمم مرحله جديده انت عندك يعني انت اللعبه اللي رح تلعبها غير اللعبه اللي حيلعبها رفيقك غير اللعبه اللي حيلعبها هو بس اول شيء رح نعطيك تطبيق هو التطبيق لحاله بيولد لك مراحل تمام هلا هذا كيف توليد المراحل هو على اسلوب لعبك مثلا انت كثير بتحب النفط لنفرض او بدون العاب تعطيه مثلا بتحب تستخدم سنايبر قناصه اكثر من الشاش او هيك رح نولد لك مرحله جديده على اساس هالشيء مثلا اذا كنت بتحب قناصه مثلا رح نولد لك مراحل فيها مرتفعات كثير مش هتقدر تقنص منها تمام هلا هي مو بس على مستوى اللعبه على مستوى لعبه فيرست بيرسون شوتر في عندك على مستوى غير كل الالعاب بتصير على مستوى مثلا العاب سينز على مستوى العاب 2 دي بلس احنا عملنا ايفنت عليها بالجامعه اخذت فيها مثلا هي اذا شايفينها هي مثلا كونكت اذا بتعرفوها اكيد عندكم بتعرفوها كان مثلا انه انت بتعمل جيستشر مثلا اذا لاحظوا هلا هون مثلا هي عم تعمل هيك عم لاحظوا المي شو صار فيها من هون بياخذ كمان هي مثلا بتعرف على حركات الجسم كيف عم يمشي مثلا هدول لاحظوا انه هذا مثل شعاع عين عم تيجي قدام بعض او عرفت انه انا ساعتها لازم يكون عم هيك شكل كثير هدول قصص بتفوت فيهم او مثلا هي لعبه بانا هيك منظرها هلا هيك تساوي هيك شغلات فيكم تساوي هيك شغلات بالجامعه تمام يعني مش من ضرب الخيال هيك هيا هلا مثلا في عندكم انتم ما بتتخيلوا قديش الكوميونتي تبع الجيمنج فظيع يعني مثلا الكوميونتي يعني مجتمع الجيمنج بخوف حتى لو هو تجاوز من سنتين تجاوز تبع الكسيفا يعني هلا صارت مبيعات الجيمنج يمكن مو اكثر من بليون بليون اكثر من بليون سوى اقوى من سوق هوليوود اقوى من سوق شو؟ هوليوود هوليوود ايه هلا مثلا في عندكم مثلا انتم كمان بتخيلوا قديش مثلا العالم بيحبوا يكتبوا عن القصص، مثلا اذا بتعرفوا الورد اوف وور كرافت هي لعبه اونلاين، مثلا لاحظوا قديش عدد الارتكلز فيها الويكي تبعها 800000 وعم تزيد طش يعني مثلا كيف تمشي بهي المرحله؟ كيف لازم تفوز فيها؟ بخوفوا في توك كامل عليها رح تحكم يا الله في توك كامل عن 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 وورد اوف وور كرافت في عندكم كمان احنا في عندنا شيء مثلا اسمه ريكوجنيشن مثلا اذا عندي هدول بتعرفوا هيك بتلاقوا فيهم بالجراف يعني صار تقريبا بس تختلف بتذكر مثلا اذا انا كتبت حرف اي هو لازم يعرف انه هذا حرف اي مثلا لاحظوا هدول الاشكال كلها مو مثلا انه هذا تعرف عليه والباقي لا تمام مثلا في
عندنا شيء اسمه فيشل اكسبريشن انه مثلا عارف حاله اللاعب، مثلا نحن هذا كلنا مصورينهم نحن ضمن الجيم، هو عم بيلعب الجيم مثلا اذا عصب من كونتنت، يعني مثلا لو طلع له شيء وحش كثير تعب منه، مثلا بحكي على بيس، نحن كلياتنا كنا عم نصوره كمان مثلا الناس عم نعرف اذا هو عبث مثلا هو هذا كوم عادي، اذا هو عبث مثلا عم نعرف انه وقت كان في عنده طلع له وحش هو عبث، مشان وقت نولد له مرحله جديده ما طلع له مثلا هذا الوحش، تمام؟ طلع له غير شغل. في كمان روبوتكس هو يمكن انتم اكثر شيء اخذين فكره عن الذكاء هو روبوتكس ولحظه لهذا لحظه اللي حكيتهم روبوتكس روبوتكس في جزء منه لازم تكون على طريق انه في عندي بالذكاء في عندي لسه شيء اختصاص تمام هلا مثلا بالروبوتكس في عندكم شيء اسمه ليجو هدول مثل من ليجو شركه يعني من شركه ليجو روبوتات فيك انت تصمم فيها عده اشكال يعني مو روبوت واحد هذا كان يعني هذا قبل ما يكبر صار يمكن 15 هلا هو كسعر 15000 هو مقبول كضمن روبوتات هيك يمكن في التوكس دول جايبينهم ما بالاساس الحاسي في توكس انا متذكر شفتهم شو قصدك توكس يعني مو توكس مو توكس يعني بالجمعية في مسابقة تمام يعني في عنا في عنا بسوريا في اصلا مسابقة عالمية تمام في عنا من سوريا اللي بتحب دول خاص صراحة فيني غير شكلها فيني ساوي تمثيلية فيني ساوي مثلا لحتى فيني برمجه لحتى هذا هو قبل ورجل يعني مثلا فيني برمجه اذا كان في عندي ثلاث طابات ينقي لون احمر او مثلا يروح من نقطة لنقطة مثلا له جيب لي كاسة مي في عندكم هدول كمان هذا توكس فتيت هذي حتصور ربطه مرة هدول لاحظوا قديش حجمهم كيف راح يلاقي حجم هذا الروبوت قديش صغير هل هذا الروبوت هدول على شو اسمه انا ما عرض فيديو ما بحبهم الفكره منهم انه مثلا فيهم يتعاونوا مع بعض، يعني مثلا فيني لو اعطيني تشكيل 8 حرف 8، مثلا اذا كان في عندي 20 رح يدوروا بين بعض بشكل 8 بدون ما يضربوا بعض، لاحظوا في عندي 8 بالنص في عندي نقطة تقاطع رح يمروا بينات بعض لاحظوا كل سهولة بدون دول لاحظوا دول قديش كوادرات صعبة، أو مثلا إذا بدي أعمل يمرق بدون حلقة يجي روبوت يمرق بدون حلقة، لاحظوا هو بده يعرف وين مكان الحلقة لازم يعرف قديش السرعة لازم يمشي فيها، لازم يعرف قديش سرعة الهواء اللي هي معاكسته عشان ما ينحرف. اظن هدول كله بيرسبتور يعني. مثلا هدول في عندكم هلا الروبوتات اللي مثلا بتاع سيلف اويرنس انه هي بتعرف حالها. يعني مثلا لاحظوا هذا هو هذا شو اسمه؟ المراية، هو عرف حاله انه هذا انا. او هدول مثلا الروبوتات، هدول الروبوتات انه كثير صارين انه عم يخلون يشبه هو. كشكل الانسان وكمان كطريقه تخاطب يعني فيك تحكي معه تصير كمان مثل هذا البوت بس هذا بصير تحكي معه حكيت تمام؟ لطيفه كمان هذا فيديو لتيت كيوريوسيتي اكيد بتعرفوها بتعرفون ولا كيوريوسيتي هي سخيف فضائي اللي نزل خلاها على المريخ وصل اسبانيا الفكره من هدول انه مثلا هي حقيقه هلا هي صارت هذول كنا نشوفه انه هذول يكون في عنده دفع عكسي تمام؟ هلا انت عروقه وكمان شوف في له فيديو جني بزيدكم كيف سووها كمان شوفوا بزيدكم هي مثلا انه هو لازم مثلا يخترق الغلاف الجوي المريخ بعدين يفوت مدري وين السرعه وبعدين لازم لحظه معينه تنقام شو اسمه قطعه تحتانيه بعدين يعمل باراشوت ما بعرف شو بعدين تنزل هي بعدين يعمل دفع خلفي هلا لاحظوا هو في هو قالوا انه في عندكم فرق سبع دقائق بين سبع او ثمان دقائق بين اتصال بيننا وبين المريخ، اذا بتبعت مسج من عندي عند المريخ بسبع دقائق الفكره انه هي العمليه معناتها كلها شو بتصير؟ كلها لحالها بتصير. لاحظوا لانه ما في له مثلا وقت تصل لهون بعد سبع دقائق يكون هو خبط. انه افتح هي مثلا. هي كلها بتصير عمليه شو اوتوماتيكيه، هي عمليه اوتوماتيكيه هي لازم مثلا وقت تصل مثلا لسرعه معينه لازم تنقم هي القصه، لازم وقت اوصل لارتفاع معين لازم تنفصل القبة عن الروبوت، هلا هدول كلياتهم كمان ذكاء، لاحظوا انا لازم اعرف قديش السرعة لازم اعمل قديش بجمل، يعني هون وقت تنزل هو بيعمل في عندكم في عندكم شيء اسمه بيك هيتينج، وانتم وقت تخترقوا كلاب جوي لازم يكون في عندكم توصلوا لأعلى درجة حرارة وبعدين ببلش على عندكم ديكلريشن، انه مثلا هو بيقل السرعة بيقل تسارع. هلا كيف بيقل تسارع؟ كمان على هو الروبوت انه بيعرف قديش السرعة الحالية لازم قديش يقللها بنسبة معينة، تمام؟ هدول كله هو بيتحكم فيه لحاله من لحاله. حتى في عندكم انا هي قريتها فظيعة بدر هو مشكلة أنا بكون يعم إنه الكيريا هاي في مدري شكلها مش عارفينه وقت زي هيك طبعا
انه هاي القطعه مجهزينها كمان بالاي اي سيستم، انه هو بيقدر مثلا بيوقف عن كل حجر، المفروض اذا حجر هيك غريب لقاه او قطعه تراب المفروض غريبه لحاله بيعمل انالايز، يعني حاله بنلحظ، مو انه بقول له مثلا شوف هذا الحجر تمام، هو لحاله بيوقف عند ابنه يعني بياخذ سامبل. لاحظوا مثلا في عندكم هذا الزراع بيوقف على قطعه بياخذ بعدين برجع بحط هون، هو ما نبي كثير في عمل لعبة حتى بالانجري بيرد عملولها شو اسمه بلوجين خصوصي لها. هلا اصلا مثل هدول الالعاب انا حاطط لكم صورة على لعبة هلا بجيكم كمان العفو كم صورة على لعبة مثلا في عمل شيء اسمه اوتو بايلوت. الاوتو بايلوت مثلا هو روبوت يمشي لحاله تمام، انا حطه برنه هو بيمشي. هي صايرة في عمل سباق كان هذا 2004 صار بين 4 مدن كان 150 مايل، تصور 150 مايل بتقطع الروبوتات لحالها بدون ما يكون متصل مع شيء، يعني انت بتحطها على اول طريق اللي بدي اياها بدي اياها توصل لهذيك النقطة تمام؟ انا ما بتحكم فيه بشيء تمام؟ لاحظوا كان في لها 2 مليون دولار يعني بفوز بس يكون مكلفة بلاوي، مثلا هو مثلا لاحظوا مثلا مثل هذا الطريق هو بيعمل له كيف بده يمشي فيه، هو هذا ضمن البرنامج، كيف لازم يعرف العوائق مثلا لاحظوا اذا انا مالي هون بدك لازم اعرف قديش السرعه اللي بمشي فيها قديش التور او مثلا عندكم تبع فولفو اذا شايفينه تبع مثلا اوتو بريكنج سيستم انه انا اعمل بريكنج يعني كبح لحالي السياره انا كبح كل ما انا اشتغل فيه هلا احنا او مثلا هي يعطيك انذار مثلا اذا ورق واحد يعطيك تدري انذار انه عم يقرب عليك شخص هلا احنا عملنا مشروع كلية هذا هو كان عن تطعن زمان كمان هذا هو مشاريع كلية لاحظنا يعني كنت أوصل أتفرج بالكلية ما كنت نفسي سولو جيكس أحسن مثلا فيك مثلا هون إحنا عملنا مثلا محاكاة للنظام الـ ABS مثلا ما نعم مقرات مكافح أو توزيع كبح إلكتروني توزيع كبح إلكتروني مثلا إنه مثلا إذا ماشي مثلا بسرعة 160 بعدين فترة الدركسيون مثلا درجة 90 درجة لاحظوا أنتم هون شو رح يصير رح تتخيلوا شو رح يصير رح يصير الزلمة شاف نتاف الفكره من هي القصه انه مثلا نظام الاي اس بي مثلا اللي احنا عملناه انه هو ما بخليك تفتك بهالدرجه كلها او مثلا بصير بيكبح عجلات على حساب عجلات يعني مو في عندك اربع عجلات بيكبح كل وحده بشكل بشكل انه انت ما تطلع عن المسار اللي انت شاغل فيه تمام هدول مثلا سنه ثلاثه او مثلا مش عجلات كان لذيذ كان مثلا انه عن المعادن انه اذا طبقت اثقال عليها قديش او مثلا مشروع طارئ طلع على اسنان تقويم الاسنان مثلا انا لازم اعرف قديش طبق قوى على الاسنان مشان تصير شكلها بشكل معدل ليش احكي لك؟ لانه ما عندك ميزه لا انا حبيت احكي مشاريع نحن عاملينها بالكليه مشان تشوفوها عن جد حلوه لنا ان ال بي في عندكم كمان مواد تاخذها بالكليه هي ان ال بي يعني هي ناشونال لانجوج بروسيسنج هي معالجه اللغه الطبيعيه شو قصد فيها؟ مثل اللي شفناه بالبوت هذا اللي فهم علي الجمله قبل ما احكي مثلا شوية حقائق مثلا انه كل خمسة years حجم الداتا مثلا الطبية بتتضاعف تصور قديش هي كبيرة بتتضاعف كل خمسة years او مثلا الشركات اللي بتستخدم analysis test بتعمل تحليل للداتا تبعها هي احسن من غيرها بنسبة 2.2 لاحظوا قديش معلومات هي هامة مثلا اذا نعرف مثلا الدواء هذا عم ينباع بنسبة قديش بمناطق معينة وغير مناطق مثلا عم بركز على المناطق أكثر مناطق في عندكم إذا شايفين هون هذا الـ IBM Watson اسمه يمكن إذا مش سنين صار يمكن سنتين الـ IBM Watson هذا حابين نشوف شكله هيك هذا منظر لحظة قديش كثير خفيف ومريح بتعرفوا لعبة جيبرتي هي شايفينها كيف بظن هي اللي بيسأل اسئله هو اسرع واحد في الكويت بيعرف تمام الفكره من واتسون هو انه هيك يجي يسالوه مع متواليين عاديين يسالوه اسئله وهو يعرف يجاوب لحاله تمام هلا لاحظوا هو مثلا اعطيك مثال على هي الجمله مثلا نفرض هي الجمله I saw the man with the telescope هلا هي مثلا شو بتحتمل معناها انه انا شفت الزلمه يلي هو معه تلسكوب يا عم انا شفت الزلمه عن طريق التلسكوب صح؟ مثلا لاحظوا هي الجمله هي مثلا تو بارسز لاحظوا هي الجمله I saw the man on the hill in Texas with the telescope at noon on Monday هي لاحظوا مثلا قد ايه بدها كم بارسز بدها 132 معنى بدها تطلع منها لاحظوا الفرق؟
لاحظتوا مثلا هي شو معناها؟ هلا هو هي الشطار تبع مثلا وقت يقول جمله هو الشطر يعني اللي عم يسابق يعرف وين يعمل البارسينج ويقعد يدور بالداتا كلها على العالم بسرعه لحتى يعطيك نتيجه. لاحظوا هي قديش مثلا قديش لازم يكون وقت تقريبا بجام ثانيه لانه هو كل عندك ثلاث تمارين التمارين ثلاثه دول بيكسب بتش اذا هو عارف. هو ربح بشكل هائل بس بعد يعني بعد تطبيع الخوارزمية هو مساويته اي بي ام يعني دفع عليه بلاوي فرعون. هلا حتى اذا فتوا على الموقع تبعه عنده اي بي ام لاحظوا بلشوا يستخدموه بالهيلث كير بالتطبيقات الطبيه وبالفاينانس بالكونكس بالصرف. كان عنده شيء اسمه كمان ماشين ليرنينج، ماشين ليرنينج كمان كثير فرع مثل شو نعمل مثلا مثل روبوتك. في عندكم مثلا اذا فتوا اكيد بتعرفوا مثلا مواقع مثل ستاك اوفر فلو، ستاك تشينج. هدول مثلا انه انت بتجي على هذا الموقع بتجي مثلا بتسال سؤال عم الكوميونتي اللي هو المشتركين هن بدهم يجاوبوك تمام؟ هلا مثلا صاحب احسن اجابه مثلا انت بتجي بعد ما تجاوب على السؤال انت لقيت اجابه عم تقول له والله ظريفه الاجابه انه صح بس انت بتعمل بلس 1 مثلا انت بتقول له ارتفعي اكثر يعني صح اجابه صح زودي القوه تبعه. هلا منها عن طريق هي العمليه بتكرار 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 لاحظوا بيطلعوا في اعضاء كثير رح تزيد الريتنج تبعهم هذول رح يكونوا مثلا هن اشطر من غيره تمام؟ هلا لاحظوا هي عمليه هي ساعتها شو صفية ما في عندي مدير للموقع بشكل اساسي، صار في عندي المستخدمين هنا عم بصيروا مدراء للموقع بشكل فعلي، يعني انا يلي عم بستخدمه هو عم بيكون عم بيعمل مثلا انا لاحظوا اذا كان كثير الريت تبعه عالي مثلا نفرض 20,000 نقطة بصير يحذف مثلا في يحذف جواب غلط كثير مثلا هو الشخص بحد ذاته، لازم ما عاد صار في عندي يعني ما عاد في عندي نفرض سنترال كنترول يعني ما في عندي جهه اساسيه هي اللي عم تعمل كنترول على هذا الصوت، لا خلص المستخدمين هنا عم يطوروا الموقع بحال. هلا في عندكم بهلا مسابقه طلعت هي تبع كيجل هي الفكره انه انتم يعني المشترك بهالمسابقه انه يسوي خوارزميه لحالة تكتشف الاسئله باي فار. لانه هي وين بتجي الاسئله باي فار اكثر شيء؟ بتجي من عالم فايتين هلا على الموقع، جدار ما بيعرفوا شيء مثلا، ما بيعرفوا بنص السؤال او مثلا ما بيعرفوا يدوروا على سؤال بتجاوب عليه من زمان او هو نفسه بيرجع بيطرح هذا السؤال، هلا اطرح هذا السؤال رح تعمل كثير مشاكل لانه انت صار في عندك اكثر من سؤال كلها نص بعض بس بغير صيغه مثلا تمام؟ هاي خوارزمي يعني هو هي مشين ليرنينج هي القصه انه انا مثلا اللي بشارك بالمسابقه يسوي احسن خوارزمي القصه. هلا مثلا ثلاث دول مسابقات انتم فيكم تشاركوا فيهم يعني هن مو مثلا محددين على شق على على فئه محدده تمام؟ هلا في عندنا شيء اسمه كمان هيومن بيست ميوتيشن هذا كثير جميل مثلا في عندكم هي لعبه فايلو هي شلون بتستخدم؟ هلا رحنا هو بعد الذكاء الاصطناعي انه رحنا بتخلي دائما الكمبيوتر هو انه تخليه ذكي تمام؟ انه مثلا تخليه يعرف هي القصه يتذكر هي القصه بشكل احسن. هلا الفكره من هيومن بيست ميوتيشن انه انا اجمع بين ذكاء الانسان اللي هو طبيعي وبين الكمبيوتر تمام؟ هلا مثلا في عندكم كثير العاب بتوعيك مو كثير كثير مثلا مثل فايلو هي مثلا انه انا مشان دي ان اي بروح على الموقع هي بتستخدم داتا حقيقيه مشان معالجه الدي ان اي يعني مثلا اذا بتعالج ديزيز بتعالج مرض او مثلا شيء خطا بالدي ان اي تمام انا بروح على هذا الموقع الفايلو بيعطيني هو خريطه لسه العالم ما حلتها بدي يحل لي اياها لاحظوا لهون كل العالم بلشت تشترك هو عم بيلعب يعني شخص بحد ذاته عم بيلعب المفروض كان عم بحل شفره جنين تمام هذول بظن اكيد يحكوا عليهم الطب دفاع الطب او مثلا مثل هي مثل هذا هذول تبع الار ان اي هذول شو كمان البكالوريا انه مثلا كمان هذا نفس القصه كمان انه نقدر اعالج هذول الامراض تمام هي ذات حقيقيه انا عم بعالجها لاحظوا انا ما بعرف شيء عن الار ان اي بس عم بلعب لاحظوا كمان هون في عندكم تشات مثلا بيجوا بيحكوا الاعضاء على بعضهم والله ما عرفت هي شو هي انا كان شيء اسمه الكابتشا هذا كيف شايفينه؟ راح اكيد مثلا هلا هذا شو فاتو انت كنت اول غليظ عمل شو غليظ ما بيقرب الفكره من هذا نفرض في عندي هي الجمله تمام هلا خوارزميات الذكاء الصناعي العاديه مثلا في عندي شيء اسمه او سي ار هو كاركتر ريكوجنيشن بتعطيك هاي الجمله يعني بتسترجع لك هي الجمله يعني انت بتفوت هي الجمله بتعطيك هي
لاحظوا شلون ترجمت لي هي this لاحظوا شلون حطيتها هي تعرفت على هذا الشكل لاحظين او مثلا age هي غلط هي غلط هي غلط لاحظوا هون ان الذكاء ما عاد يعني وصل لحد ما عاد يقدر يعمل زياده عن القصه هلا شو الفكره انه هيومن كومبيتيشن مثلا هي هي اجى على هي القصه هلا هدول بيستخدموا الكتب الحقيقيه يعني نفرض انا في عندي هي الكلمه الاو سي ار الاو سي ار ما اعطاني اياها صح الكتب انا ليش بدي اياها؟ لانه باخذ كتاب ومصور تصوير بجي بدي البو ديجيتال يعني بدي البو محارب تمام؟ فلاحظوا بيعطيني هدول الكلمتين بيقول لي فوتهم هلا انا وقت فوتهم بيطلعوا صح رح يعرف هو انه شو اسمه انه الكلمه اللي اعطيتها اياها صح يعني ما تعرف عليها الاو سي ار انا تعرفت عليها لاحظوا ليش؟ انا انسان مثلا بعرف انه شو هدول الكلمتين احسن من الكمبيوتر احسن من خوارزمية او سي ار تمام؟ الفكره مو انا جاوبته دغري رح احطه هو دغري الداتا بيس تبعه رح يقول لي عليه صح انه هو السبب بيعرف صح؟ هو اكثر من زلمه بيجوا بفوت لهم هي الجمله بشوفهم شو جاوبوا اذا شاف اكثر من تطور مثلا شي 10 مرات كلها عم يحط نفس الشيء معناتها عرف انه هي الكلمه هي صح يعني هي الكلمه الصح ولازم تحطها تمام؟ وهيك هلا هون شو عم بتعاون؟ عم بتعاون الذكاء مع الانسان يعني هيومن كومبيتيشن تمام؟ جينا عليها لاحظوا استخدموا اكثر من 200 الف سايت منهم فيسبوك تويتر وعارف شو هلا الاي اي بتنفس هلا اجيبكم كم شغله جديدين هلا حتى طلابنا وشباب كثير شغلات حلوه بالذكاء فانا بيعملوا شغلات بتعرف كثير بالذكاء انتوا على راحتكم بنرجع بكم عن جد الفكره انه انتوا لازم تشتغلوا انتوا لازم تشتغلوا انتوا لازم تشتغلوا يعني كل يوم تقريبا هيك بس على شمال انتوا اشتغلوا كلياتكم يعني مثلا مثل كان بدي لكم مثلا هذا المشروع اللي هلا سوينا هذا الفراش سايت وقت رحنا لعندهم ناخذ مشاري عن الكليه انا ولا واحد بعرف القصه سوري تمام يعني ما شرط الشغله اللي انتم نقيتوها يعرفوا فيها ابدا يعني انتم كنتوا تروحوا تشتغلوا كذا فيها صح هو في حدا بدل في النهايه يعني مثلا فيكم تسوي بالعاب تقدروا هي مثلا هلا سويناها هي بالرابعه تمام مثلا فيزياء تمام فيكم تسوي له اشكال هي الاشكال انا مثلا هذول فيكم تسوي له كيف عارفين بس هذول كلهم اعطانيين فيزياء مثلا هذول مشاريع بسيطه هذول مو ذكاء تمام بتعرفوا هدول مثلا فيرتشوال رياليتي هاد ذكاء هلا هي الصوره مثلا يا ريت كمان في فيديو هي مثلا بكون انا ما رح اعمل شيء او بكون مثلا حامل بس ورق ورق مربعه هو بيحط لي هدول انا وقت مثلا ارفع هذا الشكل انه ما رح يكونوا موجودين لا رح يكونوا لا موجودين لا كرات ولا شيء بس انا رح اشوفهم مثلا وقت ارفعهم انا رح يصير في عندي كور رح ترتفع مثلا الطابات شو بعرف هذا رح نساويناه فهمت بس تمام لاحظوا هدول ما بكون في عندي لا طابات ولا شيء بس يكون فيرتشوال يعني بكون حاطين قدام كاميرا عم شوفهم انا بلعب فيهم بروح يمين يسار لو انه ما انا موجودين بس كلها قوانين فيزياء عم تطبقها بس في عندكم هذا المشروع كمان بالثالثه احكي عليه كثير ما بتوقع هلا الريسورسز نحن اكثر كليه فيها ريسورسز على النت او بأحلى الكتب هلا كنا الكليات كلها فيها ريسورسز نحن اكثر شيء مثلا في عندنا فري اونلاين كورسز بتلاقوا كثير منهم عندنا مثلا مثلا في عندكم كثير وحده مشهوره هي تبع ذا سي اس 50 هي تبع هارفرد هي فيكم مثل كورس انتدكتوري يعني مثل تقدم يعني اول ما تدخلوا على الكليه بي هارفرد تبع امريكا هي فيكم تشوفوها انتم تمام تشوفوا مثلا عن الكليه يعني عن الاي اي بشكل عام عن الكمبيوتر ساينس بشكل عام عن الانفورميشن تكنولوجي بشكل عام يعني هي بسيطه لغات عليها اي دي اكس ADX دو كات هاي في عندكم انه انتم يمكن تقولوا انه والله اذا نفذ الذكاء او اذا فتت مثلا بالجيار ما بعرف شو يمكن ما يسمح لي شغل كبير شغل بالبلد قابلكم اذا ما لقيتوا الشغل اللي بدكم اياه انتم اخترعوا انا نمت يمكن يكون انا الفكره بالقصه انه تقريبا ثلاث ارباع عم يشتغلوا نفس الشيء، يعني ثلاث اختصاصات عندنا بالبلد احتياجات بلد عم يشتغلوا نفس الشيء. تمام؟ ان كانت ذكاء، لما كانت برمجيات، لما كانت خلصنا. اي ان كانت برمجيات، ان كانت شركات، ان كانت ذكاء.
ثلاث فروعات ثلاث اقتصادات يعني كان احتياجات وزارات فحصل نفس الشيء تقريبا تمام بس فاز انت كنت تسافروا لبرا كنت تشوفوا الجامعات كنت تشوفوا العالم كيف عم تشتغل بتعرفوا فروعات فيكم تسالوني عن هذا المين كانكم بلوج هلا عم يصير اقتصاد فاضي مصفر تبعي هلا بصير شكرا لكم اهلا وسهلا فيكم انا سلمى قطبي مهندس شبكه اسمها حاكي تعليم عن قسم الشبكه والتجميع بس هلا بدي اعرف ما حضر الجزء الاول كم واحد مو مش بيطالب هلا هو يعني في عدد ما حضر الجزء الاول اللي هي حضر وشاف الذكاء الصنعي شلون عرض عليه ما عاد تعيش ولا شبكات ولا رمي يعني بيكون في لا ما شاء الله ما في هذا ما طيب هلا قبل ما نعرف قسمنا تعريف سريع شو هي الشبكات الحاسوبيه يعني مجموعه من الحواسيب مرتبطه مع بعضها بوسيط تبادل معلومات سلكي او لا سلكي هذا تبادل معلومات يعني هي هذا كنا نعرفه وسيله تذكره شو طيب هلا تطور الشبكات الحاسوبيه اذا شفنا ناخذ على سبيل المثال سرعه اتصال الانترنت خلال العهد الاخير صار تطور كثير في الشبكات الحاسوبيه ومثال عليه اتصال الانترنت يعني كنا عم نحكي دايت اب سرعه اتصال اقصى سرعه 56 كيلو بت هي اذا كان تقريبا مقصر بينما هلا صار عندنا سرعات عاليه كثير اجى بعد ADSL ADSL صارت سرعه بالميجايات اجى ال 3G وال 3G.5 صارت السرعه بتوصل 44 ممكن كمان ال 3G.75 سرعه توصل سرعه 7.2 بس هو هي الجيل بتاع الجيل الثالث ايه مطور فيه ما ايه البلاص اللي سرعه توصل 44 ميجا ايوه ايه كمان بالخليج عم السنه الماضيه هلا خلص صار في عندك فوجي هلا قصدي من السنه الماضيه كان في انه هذا عنا هلا هون في 21 ميجا هون السرعه 27 ميجا بس تدفع عليها 25 زائد شيء لانه 3.5 ايه طور صار عنا 4G 4G سرعات بتبدا 4G ب 100 ميجا ب 100 ميجا بت ثانية يعني 2000 ضعف من الدايل اب لل 4G وصارت موجوده المنطقة العربية 4G اللي اعلى الاعلى من هيك اللي هلا اللي هو الفايبر اوبتيك جوجل بتقدم جوجل فايبر اوبتيك سرعه 1 جيجا بت بالثانيه $70 بالشهر بامريكا بتفيد عم نحكي هلا على سرعات كثير كثير كبيره خلال هالعقد الاخير من الزمن بس هذا شو معناته؟ هذا معناته هي الشبكات مين بده يعملها؟ يعملها مهندسي شبكات بده يعملها وبده يشغلها مهندسي شبكات معناته هذا انه المنطقه العربيه ساعتنا ناميه بالموضوع هذا معناته في عندنا كثير فرص عمل بهالمجال هذا لبنان طيب هلا تخصص الشبكات شو هي المواد اللي تتعرض الكليه بتخصص الشبكات الكليه المنهج المعد فيها بحيث انه تكون قادر على التعامل مع يعني قادر من البدايه من تصميم الشبكه لتشغيلها فعندنا اول شيء بروتوكولات الشبكات اللي هي هذا المقرر مهمته انه يعرفك عن شلون تتعامل شلون شبكات تتم عمليه النقل فيها وشلون هيك البنيه الفيزيائيه تبعها، تصميم الشبكات، شلون فيني اصمم شبكات، شو القيود العاليه، شلون نصمم شبكه بافضل جوده واقل تكلفه ممكنه، اداره الشبكات. هلا كل الشركات كل المؤسسات الشركات من الصغيره لاكبر شركه عندها شبكات بمؤسستها، هي الشبكات بدها عمليه مانجمنت، بدها عمليه اداره، بدها عمليه سماحيات بدها تحكم فيها هذا القرار مهمته انه يوضحك ويساعدك بهالمهام محاكاة الشبكات انا قبل ما اصمم شبكه فيزيائيا بدي ادفع واتكلف عليها بدي احاول انه اشوف صممها منطقيا مو على الكمبيوتر وشوف تجارب عليها شوف وين الاشكالات اللي بتصير فيها شوف التحميل الزايد وين اوقات الزبده تبعها وين كذا حتى قبل ما اصممها بشكل فيزيائي جنب الاشكالات فيها وهذا هو نتعرف عليه خلال هذا المقرر امن الشبكات طبعا نعرف انه هلا في مقررين امن الكلي امن المعلومات وامن الشبكات امن المعلومات هو تعطيك فكره عامه عن امن الحواسيب بشكل عام بينما امن الشبكات مختص بشبكات حاسوبيه بشكل خاص بيفترض فيها انه
التوسع بالجدر الآلية بعمليات الاختراق، شلون إذا في اختراق تمنعه وتعالجه بعد ذلك. عندنا مادة كمان بتخص الشبكات، هي برمجة تطبيقات شبكية. نحن كمهندسين معلوماتية، هي نقطة مهمة اللي بقول لك إن في الشبكات ما في برمجة، لا في برمجة وإن كان أقل من باقي الاختصاصات من الذكاء والهندسة البرمجية، بس برمجة فيها، وهي مادة برمجة تطبيقات شبكية، هي مادة بقسم الشبكات الخاصة فيها، نتعلم فيها شلون برمجة التطبيقات الشبكية الكبيرة. يعني هذا ما عاد صعب هلا انه الواحد يبرمج، ما عاد مو قضيه انه انا برمج تطبيق، بس انه برمج تطبيق شبكي سعره بيرتفع اضعاف مضاعفه، بصير وعدد الاسطر بصير انا بدي السطر الكود الواحد انه بدل ما اخذ مثلا عليه دولار اصير بدي اخذ عليه 10 دولار بس لتطبيق شبكي، لانه بصير الموضوع كثير معقد، يعني ممكن باليوم كامل ما اقدر اكتب بس 2-3، بينما لو تطبيق عادي فيه يكتب 230 سطر. طيب هلا في سؤال بنطرح دوما انه شو العلاقه بين هندسه الاتصالات وهندسه الشبكات، هندسه الشبكات بصور الهواتف والشبكات المعلومات. بنلخص العلاقه هاي بهالهرمين هذول. عندنا الطبقه الجزء المنطقي او الجزء البرمجي والجزء العتادي. فبنلاحظ انه بالمعلوماتيه هي القاع الهرم او الجزء الاكبر فيها هي الطبقه المنطقيه البرمجيه المعلوماتيه الشبكات. بيجي الأقل منها الحواسيب والأقل منها هو الاتصالات. بينما بالجزء العتادي والجزء الهاردوير عنا العكس. نحن كمعلوماتية موادنا ومعارفنا فيها أقل من الحواسيب وأقل من الاتصالات. بس أكيد في أجزاء مشتركة فيها أكيد. يعني هلا نحن مثلاً مشروع التخرج هو تطبيقات الفورجي. حتى نقدر نعمل تطبيقات الجيل الرابع لابد يكون اضطرينا نفهم بنية الجيل الرابع وشلون نتعامل معها حتى نقدر نعمل تطبيقات فوق. طيب هلا نحكي على الجزء الثاني من التخصص. بالمناسبة تخصص الشبكات هو برا ما هو مو تابع لعلوم الكمبيوتر ساينس، انما تابع للحواسيب، يعني هو هندسه، لذلك برا بيعتبروا فيهم كهندسه اكثر من البرمجيات او من الذكاء، بيعتبرونه تحت الكمبيوتر ساينس بينما نحن بيعتبرونه مهندسين. طيب الجزء الثاني من التخصص اللي هو نظم التشغيل. طبعا نظم التشغيل اللي هي ويندوز اللي هو احد امثلتها الشائعه، هي مجموعه برامج اللي تتخاطب مباشره مع وحدات الحاسوب الماديه الهاردوير. يعني انا كمستخدم ما في اصل العتاد الطرفيات بالطبعه بشكل مباشر، وانما انا بتعامل مع الابلكيشن مع التطبيقات، التطبيقات هي بتتعامل مع نظام التشغيل. يعني مثلا انا عم بكتب على الوورد بدي اطبع، ما في الوورد ما في لحاله يعتمد الطابعه للطباعه، انما هو بيعطي نظام التشغيل، نظام التشغيل هو اللي بيتخاطب مع العتاد وبيستلم الأمر. طيب أنواع نظم التشغيل. نظم التشغيل فينا أقسمها للعديد من الأقسام، فينا نقول إنه عندي أنظمة تشغيل رسومية وأنظمة تشغيل خطية غير رسومية أو تعديل المستخدمين وحيد المستخدمين. بس التقسيم اللي بتحكي عنه هون هو أنظمة التشغيل مفتوحة المصدر، أنظمة التشغيل تكرارية مغلقة المصدر، اللي هلا بعد شوي زميلنا حيحكي أكثر من الموضوع هذا. عندنا اشهر 3 انظمه تشغيل هي ويندوز وماك ولينكس. هذا بطيء الفرق بيناتهم. شوف الصور، يعني هي الصور بتوضح الفكره بشكل كثير ظريف. عندي انا لينكس عارف كل شيء فيها وشايف كل شيء فيها ومجمع كل شيء فيها. عندي الماك تقريبا ماني شايف شيء، اون اوف بس. الويندوز يعني شايف مو شايف. الفرق الاساسي انه لينوكس هو نظام تشغيل مفتوح المصدر، بينما الماك والويندوز هو انظمه تشغيل مغلقه المصدر. شو معناتها؟ شو معنى مغلقه المصدر ومفتوح المصدر؟ هون انا شايف الكود البرمجي، هون انا فيني اعدل بالكود وبالنواه، فيني يعني فيني اعمل نظام تشغيل على الشيء اللي بدي اياه، غير فيه وعدل فيه على الشيء اللي بدي اياه. صارت في مشكله بنظام التشغيل ماني مضطر استنى لحتى الدعم الفني من مايكروسوفت او الشركه المنتجه لهالنظام يوصل لي، لا انا فيني بفتح الكود وبساوي. في له هواه كثير بالعالم بيعدلوا عليه بيطوروا عليه بيخصصوا نسخ على النحو الدنيا وهو فري بلاش، بينما الاثنين الثانيات مصاري. النقطة الأهم كمان إنه أنا النقطة المهمة إنه أنا هون شايف الكود عارف كل شيء فيها، هون ما بضمن إنه يكون في تجسس عليه، ما بضمن إنه يكون في تجسس أو في اختراقات أو في كذا، لأنه هو عاطيني شيء مسكر مثل ما إحنا شايفين، هو عاطيك مسكر مثلا هون أو هون. شو جواته شو عم بيصير ما بتعرف، بس بتعرف تستخدمه.
فخاصة بال يعني هي ممكن احنا كافراد ما كثير تفرق معنا، بس على مستوى دول تفرق. يعني اذا كانت الحكومه الالكترونيه كلها ويندوز معناتها انت بكسرت اسارك مفترقه وبيد مايكروسوفت. يعني مايكروسوفت تحط سعر للبيع للدعم الدولي، صار عندك مشكله بدك تستمع ترى مايكروسوفت تحل لك اياها، ممكن توقف كل المعاملات الالكترونيه عندك بالبلد. صار في مشكله بينك وبين مشكله بين الولايات المتحده الامريكيه، صار وقفت عنك مايكروسوفت الدعم، وقفت بلدك كلها، مشكله كبيره. فلذلك هي احد اهميات كثيره للاوبن سورس خاصه في تطبيقات الحقوق الالكترونيه. طيب شو المواد نظم التشغيل اللي ناخذها؟ ناخذ نظم القصيده، نظم تشغيل 1 و2 بالعملي تاخذ في لينوكس بشكل كامل، شلون نتعامل معه، شلون نخصصه على نحو البنية. بالنظري نفهم نظام التشغيل هذا شلون بيشتغل، شلون نحن بنكون قادرين على بناء نظام تشغيل اذا احتجنا، وشلون نتعامل معه مع نظام التشغيل، شلون نقدر نتعامل مع نظام التشغيل. الماده الثانيه هي نظم الزمن الحقيقي. عندي انا في انظمه حرجه، يعني الزمن فيها مهم كثير، مثلا انظمه الطيران، انظمه الفضائيه، انظمه تشتغل الطاقه النوويه وكذا. هون التاخر او الغلط كارثه علميه. يعني تخيل نظام الطيران آلي، صار في خطأ أو صار في تأخير ثانية، ممكن سبب كوارث، ممكن سبب كوارث جوية، ممكن سبب كذا. فهي هي النظم إلى اشتراطات معينة لبرمجتها ولا التعامل معها، هذا المقرر بيتناولها وبيشرح فيها. بعدين عندي المقرر الرابع بنظم التشغيل هو نظم تطبيقات الموزعة. عندي تطبيقات كبيرة وأنظمة كبيرة ما فيني أحطها كلها بقطعة واحدة، فبيضطر إنه تكون مقسمة إلى عدد من الأقسام. بس أنا كمستخدم بيتعامل معها لأنها قطعة واحدة، أنا بشوفها إنه قطعة واحدة، وإنما بس هي فعليا عدد أقسام. هذا المقرر بيشرح لك يعني.